مشاهدينا الكرام اسعد الله مساء حضراتكم جميعا بكل الخير حلقه جديده من مساء دي ام سي الى جانب جولتنا الاخباريه النهارده الحقيقه عندنا فقرتين فقرتنا الاخيره النهارده هي كلها بركه وخير واحنا داخلين على شهر الخير كل سنه وحضراتكم طيبين أه هنتكلم مع وعن مؤسسه مصر الخير ونفكر اكتر ومن خلال المؤسسه هنعرف اكتر يعني سبل الـ 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 اخراج مال الزكاه والدعم اللي ممكن نقدمه من خلال هذه المؤسسة المتميزة لكل أهلنا في كافة محافظات الجمهورية يسبق ذلك فقرة مهمة جدا زي ما حضراتكم عارفين أنه عدى سنة على إبحار جرين بعد ما شحطت في قناة السويس وبالمناسبة تابعوا الفقرة كمان عشان هبقول لحضراتكم بنت عمها مزنوقة برضو في حتة كده في بالتيمور في أمريكا بقى لها أكتر من أسبوعين عشان كده لما بنقول إن هي ملحمة حقيقية إن في ست أيام بحجم هذه السفينة وما عليها من بضائع يتم تحريرها هي حقيقي ملحمه دي ملحمه بطوليه وتبعها ملحمه اخرى مفاوضيه طريق التفاوض و... و... والشق القانوني والمفاوضات مع الشركه لدفع التعويضات كانت رحله طويله الحقيقه يمكن استغرقت في حدود التسعين يوم ايه اللي حصل بقى في رحله المفاوضات دي تفاصيلها عامله ازاي ده اللي هنعرفه النهارده من دكتور خالد ابو بكر المحامي الدولي، وصديق العزيز طبعا ومستشار رئيس هيئه قناه السويس للشؤون القانونيه والعلاقات الدوليه. فارجوكم ايضا ايضا ان تتابعوا معنا هذه الفقره. الى جولتنا الاخباريه وبنستهلها كالمعتاد باخر واهم الاخبار والاحداث اللي حصلت النهارده على الصعيد المحلي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده الانتقالي السوداني وعقدت جلسه مباحثات منفرده اعقبتها جلسه موسعه ضمت وفدي البلدين واستعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين حيث تم الاعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين مع تاكيد اهميه تعزيز العلاقات الاقتصاديه وزياده التبادل التجاري بما يرقى الى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسيه والروابط التاريخيه التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل. شهد الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاقيه بين جمهوريه مصر العربيه وحكومه المملكه العربيه السعوديه بشان استثمار صندوق الاستثمارات العامه السعودي في جمهوريه مصر العربيه. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل. وافق مجلس النواب خلال جلسة العامة نهائيا وقوفا على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي أعلنت وزارة الصحة والسكان مد حملة تطعيم شلل الأطفال حتى الغد الخميس الحادي والثلاثين من مارس بمختلف المحافظات اصدرت نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه قرارا بحظر تصدير بعض انواع الخرده والخامات وورق الدشت لمده سته اشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصريه أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تقرر مد فترة حجز الوحدات السكنية المتبقية ضمن الإعلان الخاص بمشروعات متوسطة الدخل سكن مصر ودار مصر وجنة حتى السبت المقبل الثاني من إبريل 2022 في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق يتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه ان يشهد غدا الخميس استمرار ارتفاع درجات الحراره على كافه الانحاء ليسود طقس مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربيه حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئا على السواحل الشرقيه شديد الحراره على جنوب الصعيد فيما يكون الطقس باردا في فترات الليل والصباح الباكر على كافه الانحاء شبطرنا على مكتب ساعة اللي كانت جايه الايام اللي فاتت وقلنا كفايه بقى شتاء وبتاع ساعة ويلا الصيف اهو جاي اهو اهو جاي اطمنوا وفي رمضان في اول رمضان متوقع كده درجات الحراره توصل 36 37 على الله وقتها ما نقول لا موجه ثانيه من اوروبا بقى يا جماعه عشان ايه الجو يهدى بس ان شاء الله يعني كله يمر بسلام. هبدا مع حضراتكم النهارده من اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي واللي خلاله الحقيقه دكتور مصطفى مدبولي دوله رئيس إيه مجلس الوزراء شدد على رفع درجة الاستعداد لشهر رمضان الكريم وتكثيف الحملات الرقابية لضمان توفر السلع والتصدي لأي ممارسات سلبية أه إلى جانب ذلك من الموضوعات المهمة أيضا تم مناقشتها النهاردة في اجتماع مجلس الوزراء ما له علاقة بوثيقة سياسة, سياسة ملكية الدولة اللي هي بتأتي في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتحديد أنشطة تواجد الدولة وأنشطة تواجد القطاع الخاص استكمالا لمسار الاصلاحات الحكوميه اللي بتتبناها الدوله الأستاذ أسامة الجهري مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استعرض خلال الاجتماع أبرز ملامح الوثيقة اللي من بينهم من بين الملامح دي يعني أو موضوعات آليات التخارج المقترحة آه التي يمكن تطبيقها بما يحقق أهداف الدولة وتكون رسالة طمأنة للمستثمر المحلي وعنصر جذب كمان للمستثمر الأجنبي بالإضافة لده أنها تساهم في تعزيز ثقة مؤسسات آه الثقة في مؤسسات الثقة من المؤسسات الدولية يعني في مجريات الامور ومجالات الاستثمار في مصر. وثيقه سياسه ملكيه الدوله واللي تم اعدادها بمشاركه مع مشاركه عدد من الوزراء وعدد من الخبراء والمتخصصين، الهدف الرئيسي منها هو زياده فرص مشاركه القطاع الخاص، وده الحقيقه مهم جدا واتمنى يبقى في خطوات سريعه خلال الفتره القادمه. مش هنبقى كتير عن مجلس الوزراء ولكن في شأن اخر لانه النهارده شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاقيه بين حكومه جمهوريه مصر العربيه وحكومه المملكه العربيه السعوديه اتفاقيه بشان استثمار صندوق الاستثمارات العامه السعودي في جمهوريه مصر العربيه هذه الاتفاقيه بطبيعه الحال بتاتي كامتداد للروابط التاريخيه الراسخه وأواصر التعاون الوثيقة اللي بتجمع ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتأكيدا على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين هدف الاتفاقية هو تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في مصر مساهمته في تحقيق المستهدفات المصريه في جذب الاستثمارات بالعملات الاجنبيه دعم استخدام العماله الوطنيه توطين التقنيات الحديثه في الاقتصاد المصري ونقل الخبرات المرتبطه باستثمارات الصندوق في مصر وده يعني من ضمن اهدافه انه يعزز كمان حجم التبادل التجاري ما بين مصر والسعوديه كمان اشار الحقيقه دكتور مصطفى مدبولي انه الفتره المقبله ان شاء الله هتشهد اجراءات سريعه لجذب استثمارات بقيمه حوالي 10 مليار دولار بالتعاون ما بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامه السعودي كمان اعلنت النهارده المملكه العربيه السعوديه عن ايداع وديعه بقيمه حوالي 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وده أيضا في إطار التعاون الوثيق والتاريخي ما بين المملكة ومصر نروح للموضوع اللي بصراحة أنا شخصيا ما خلانيش أنام امبارح من كتر الزعل. آه والله. موضوع الماتش. بس مش هنتكلم في تفاصيل الماتش. بقدر ما هنتكلم بردود الفعل اللي موجودة من الصحف العالمية أه لو كنت امبارح مع حضراتكم بعد ما انتهت الحلقة قعدت أتكلم على صلاح وضيع وبص والليزر ومش عارف إيه والكلام ده كله يعني ما, كن ما كانش في حد قادر يهضم أي حاجة تحس إن هي كمبررات إنما هنا مش بتكلم على مبررات إنما بتكلم عن صحف العالم صحف العالم شافت مباراة امبارح ازاي وهنا صحف العالم جزء كبير منها طبعا صحف انجليزيه بحكم اهتمامهم بنجم كبير اسمه محمد صلاح اه واللي يعني الانجليز الحقيقه وتحديدا مشجعي ليفربول كلهم بيتمنوا انه يجدد عقده مع ليفربول من بين الصحف دي مثلا هتلاقوا صحيفه ذا الانجليزيه عنوانها كان ركلات الليزر عذاب صلاح في ركلات الترجيح الترجيح يعني في ضربات الجزاء الصحيفة الحقيقة في المضمون بقى اللي هي نقلاه عن تفاصيل قصة الليزر والتعامل أو ليزر بانس ده سان سبورت لجأت لمتخصص طبيب عيون ومتخصص في شبكية العين اسمه دكتور روبرت جوزيف بيرج دكتور جوزيف بيرج بيقول إيه بقى بيقول إنه تعرض أي شخص في الدنيا لأشعة الليزر بالشكل ده ليه تداعيات خطيرة جداً على الاقل وممكن تسبب ال 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 اشعه الليزر دي بشكل مؤقت او دائم تلف في رؤيه الشخص يعني نظره يبوظ للدرجه دي بيوضح بقى اكتر بيقول ايه نوع ال ال المخاطر او اللي ممكن يحصل للعين بسبب اشعه الليزر دي بيقول انه الشخص لو اتعرض لاشعه الليزر دي لثواني اي شخص معرض انه يحصل له عمى مؤقت رؤيه ضبابيه رؤيه متقطعه ويمكن انه يصاب بانه يفقد البصر بالكامل ولا يعود اليه البصر مره اخرى. ايه ده؟ ده الموضوع كبير. يمكن عشان كده كان الفيفا منعت موضوع الليزر ده. اما اللي شفناه امبارح ده مش هيبقى فيه رد فعل عليه؟ هل ذا صن بس اللي اتكلمت؟ لا ذا صن اتكلمت وميرر اتكلمت واكسبرس اتكلمت ويو اس اي دي اتكلمت كلهم الحقيقه منزلين صوره صلاح وهو وشه مغدر من كتر الليزر اللي عليه ومنزلين صور الشناوي ده دي اقل واحده والله لا في اكتر من كده يعني في صور كده اهو تحس ان صلاح تحول الى هالك او واحد جاي من الفضاء من كم الليزر اللي موجود عليه وعلى فكره هم اللي بيقولوا عشان بس ما تقولوش ان احنا بنقول مبررات هم اللي بيقولوا في الصحف الانجليزيه انه ده احد الاسباب انها قد تكون احد الاسباب اللي ادت الى أن محمد صلاح ضيع البنالتي دي وجهه نظرهم نقبلها او لا نقبلها تتفق او لا تتفقوا هنا استندوا حتى على البعد العلمي من مع احد المتخصصين اللي اشرنا اليهم يورو سبورت برضو اتكلمت عن الموضوع على فكره كلهم بيتكلموا على اشعه الليزر واستخدامها مش بس على صلاح على صلاح وعلى زيزو وعلى الشناوي كتير جدا وعلى العنف اللي استغد... اللي حصل من جمهور السنغال ضد المصريين سواء المشجعين او اللعيبه وعلى طريقه خروج محمد صلاح اللي الامن كان بيامنه ومغطي راسه عشان كان بيتحدف عليه ازازات ميه وعلى كم ازازات الميه والطوب اللي اتحدفت على اللعيبه في الملعب ومنهم الشناوي تحديدا الصحف الانجليزيه كلها بتتكلم على هذا الامر وعدد من الصحف الاخرى والمواقع الاخرى زي ما قلت لحضراتكم يو اس اي تو داي سبورت وغيرهم والشيء بالشيء يذكر لان الموضوع ده يعني لسه من شويه ظهر فيديو عقب المباراه ووزير الشباب والرياضه بيتكلم مع اللعيبه بيقول خلاص يعني نزعل اه ما نتكسرش نبص الخطوات اللي بعد كده لازم ناخدها وبعدين في الفيديو محمد صلاح بيكلم اللاعبين وبيقول يعني ان هو قد ايه كان مستمتع وهو معاهم وللاسف الشديد يعني كان بيتمنى انه يتاهلوا لكاس العالم ومن قبل كده ياخدوا كاس امم افريقيا اكيد دي مشاعرنا كلنا. لكن قال ان شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي في المستقبل سواء كنت معاكم او مش معاكم. حط تحتيها خط بقى. لانه بدات الناس تتكلم على هو صلاح بيلمح ولا ايه؟ انه يعتزل دوليا؟ لا ابو صلاح ابو مكه. ده نقبل. ناس انتقدت ناس متضايقه في اللي معه وفي اللي ضد على السوشيال ميديا من امبارح في اللي محملين صلاح الشيله كلها وفي اللي, اللي, واقفين معاه وبيشدوا على على ايديه يعني لو ما اختلفت الاراء لبرة السلع ده بطبيعه الحال هيفضل موجود دايما اتمنى ان اللي حصل على السوشيال ميديا ما يكونش احد الاسباب اللي خلت مثلا صلاح يقول حاجه زي كده هتقول يا عم ده بعد الماتش هو لحق هقول لك اه لحق اكيد بص بص شاف رد الفعل مش عارف ايه وصل وناس كلمته على كل حال يعني اتمنى انه كلام صلاح ده ما يكونش نوع من التلميح انه يمكن يعتزل دوليا او لا بلده اكيد هو حاططها دايما في الاعتبار وفي المرتبه الاولى ونتمنى له يا رب كل التوفيق كمان في ليفربول سواء جدد معاهم او ما جددش قرر ينتقل لنادي تاني لانه الحقيقه انه مصدر الهام لشباب كتير جدا في مصر وبره مصر من الحاجات التانية بقى كمان اللي عايزين نتكلم عليها. ليها علاقة ب كارلوس كيروش، بس قبلها خليني أقول لحضراتكم إنه الاتحاد المصري لكرة القدم الحقيقة قدم احتجاج رسمي بشأن الأحداث اللي حصلت في الماتش وقبل الماتش. ما بين حكم المباراة وما بين النقاط الدفاع اللي عندهم بقى ومطالبتهم بإنه يكون في عقوبة. آه ما بين حكم الماتش واللي عمله ما بين استخدام الليزر ما بين آه السباب الهتافات المسيئه والعنصريه اللافتات والاساءه للاعبين وعلى راسهم محمد صلاح آه ما بين ال العنف اللي كان موجود ضد الجمهور وضد اللعيبه قبل الماتش واثناء الماتش وبعد الماتش دي الدفوع هنا بقى البعض بيسال هو الحاجات دي ممكن تعمل ايه يعني يعني الماتش ممكن يتعد شخصيا بقول لحضراتكم انه مستبعد تماما مستبعد تماما ولكن بعض الخبراء هنا بيتكلموا في ايه؟ بيقولوا انه الشكوى دي الخبراء هنا اختلفت بقى ايه وجهات نظرهم، في اللي قال لك انها مش مؤثره، وفي اللي قال لك ان يمكن اقصى حاجه يبقى فيه عقوبه ماليه على الاتحاد السنغالي، وفي اللي قال ان ممكن يبقى فيه عقوبه ماليه وممكن يبقى في اجراء تاني وهو انه ماتشات منتخب السنغال بعد كده لفتره ما تتلعبش جوه بلدهم. انما البعض اللي بيفكر انه ايوه يا جماعه لازم ونتقدم شكوى وبتاع وانه ده عشان الماتش يتعاد او تتعاد ضربات الجزاء مفيش الكلام ده لن يحدث. كارلوس كيروش بعد الماتش بقى عمل ايه؟ كتب تغريده قال انا سعيد بالفتره اللي قضيتها معاكم كنت اتمنى نحقق الحلم انما للاسف الشديد لم يتحقق وفي رساله كده وداع. لإنه خلاص أنا مهمتي انتهت بحكم إنه عقده مرتبط بتأهل المنتخب لكأس العالم اللي ما حصلش فينتهي عقده ده اللي كتبه كيروش موجود قدام حضراتكم على الشاشة اللي هو كاتبه فوق يعني إنه الحلم انتهى دريم از اوفر طيب هنا هل كارلوس كروش هو كتب إنه خلاص بحكم العقد طب هيستمر ولا مش هيستمر بقى بعض المصادر قالت لبعض الصحف إنه والله يبقى في اجتماع عاجل للاتحاد عشان نشوف القصه هل كيروش يكمل ولا لا ولو مش هيكمل مين اللي يبقى بعده مدرب اجنبي ولا مدرب وطني والمصادر دي قالت انه في الاغلب هيبقى مدرب وطني عشان يعني في مدربين اثبتوا كفاءتهم كده الفتره اللي فاتت وبرضه عشان يبقاش في تكاليف كتير لما نجيب مدرب اجنبي وندفع مرتبات عاليه اتمنى ان المصادر دي يعني يكون مجرد اجتهادات لان المنطق فيه خلل ما ادفعش كتير عشان ما اجيبش حد يا جماعه احنا محتاجين نبني محتاجين نبني منتخب محتاجين يبقى عندنا منتخب متجانس بيلعب كوره بيوقف على كورته التيكي طاقه بتاعه زمان بتاعه 2006 و2008 و2010 وعشرة هي يعني كانت عظيمه في 2008 واحنا بنقف على كورتنا وبنباصي و1 2 والحاجات الظريفه دي كلها فقصه أنه لا مش عايزين نصرف كتير بس والفتره دي ملهاش لازمه بعد ده مش منطق محتاجين نبني ولكن على الجانب الاخر بعض الصحف اتكلمت عن تصريحات وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي وهنا الحقيقه طريقه تناول الصحف خلتني مش عارف ايه اللي تقال لانه بعض الصحف بتقول ان وزير الشباب والرياضه بيقول انه والله يا جماعه كارلوس كيروش عمل حاجات كويسه قدم لنا لعيبه جداد أه صحيح لم نكن موفقين في أن احنا نتاهل لكاس العالم ولا قدرنا نحصد لقب بطوله كاس الامم الافريقيه لكن عد فريق كويس وبالتالي انا شايف هنا انا شايف دي معناها ايه ان وجهه نظر ان وزير الشباب والرياضه بيقول وجهه نظري انه يكمل معانا الفتره اللي جايه لحد كاس العالم ستة 2026 عشان إيه؟ يعني ايه يبقى في استقرار موجود وللعناصر اللي عارفها ويبدا يبني إيه بقى الفتره اللي جايه فهنا ايه ابداء وجهه نظر انما في صحف اخرى حطتها بشكل وكانه يجزم ان وزير الشباب والرياضه بيقول كروش مستمر وكانه قرار يعني انا اميل للتصريحات الاولانيه انها ابداء وجهه نظر لا اعتقد ان وزير شباب الرياضة يقول مكمل مكمل طيب هيكمل ولا مش هيكمل هل حصل الاجتماع النهارده في الاتحاد ولا هينتظروا بعد تفاصيل القرعه وما يتم اعلانها اعلانها خلونا نعرف من الاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري استاذ محمد برحب بحضرتك معانا يا ازي حضرتك, حضرتك يا استاذ رامي يا اهلا بحضرتك، هل حصل النهارده اجتماع بالفعل لبحث موضوع المدير الفني للمنتخب المصري؟ لا لا طبعا طبعا ما فيش أي اجتماع أو أي أو, أو أو أي حوارات دارت رسمية بخصوص هذا هذا الأمر يعني خالص نعم وهل مؤجل لما بعد يعني القرعة بحكم إنه في أعضاء من الاتحاد موجودين فهيشاركوا في تفاصيل أو في احتفالية إعلان القرعة؟ اه في اعضاء الاتحاد مسافرين الليله عشان يحضروا مراسم الجرعه وان شاء الله مجرد ما يرجعوا ان شاء الله هيكون في بيان او في قرار بخصوص هذا هذا الامر طيب يعني يبقى الموضوع لسه قيد البحث وهيتم الاجتماع بشانه خلال الفتره القادمه لكن اكيد حضراتكم اتكلمتوا مع بعض فايه الخيارات اللي متاحه يعني هل من ضمن الخيارات كيروش يكمل او ما يكملش ولا هذا الباب تم اغلاقه وسيتم البحث عن مدير فني جديد اما وطني او اجنبي والله ال24 ساعه اللي فاتت عقب احداث المباراه واللي حصل فيها وخيم حزن على اعضاء مجلس الاداره في الفتره اللي فاتت دي خلتنا يعني يعني مش بصدد ان احنا نتخذ قرار زي ده دلوقتي يعني. نعم. لا ما بتكلمش عن قرار طبعا، القرار هيطلع بعد الاجتماع اكيد والتباحث بشان هذا الامر، انما ايه الافكار التي طرحت؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك هو احنا لسه مخلصين الماتش ورجعنا ركبنا الطياره الساعه 4 الفجر وصلنا هنا الساعه 1 او الساعه 2 الظهر واللي نام واللي صحي قاعد مع يعني لسه ما 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 فيش حوار الا بعد بعض الاحاديث الجانبيه بيننا احنا واحنا راجعين انا وزمايلي في الطياره يعني اه يعني ما تكلمتوش في الموضوع ده خالص؟ نهائي والله يا استاذ رامي نهائي يعني لم يتطرق احدنا الى هذا الموضوع نهائيا آه حاولنا ان احنا نشد من ازر التيم الـ الـables. كله ونتكلم معاهم وشدوا حيلكم وعملتوا اللي عليكم لان احنا فعلا يعني اغلبنا شايف ان فعلا التيم يعني اجتهد بقدر ما استطاع يعني. اه طب راي حضرتك ايه في تصريحات محمد صلاح في غرفه خلع الملابس؟ هل هو تلميح بانه ممكن يعتزل دوليا؟ لا لا طبعا محمد صلاح لعيب كبير ولسه بلده محتاجاه والمنتخب المصري لسه محتاجه ما اعتقدش طبعا يكون في تلميح بحاجه زي كده دلوقتي ابدا او في قرار زي ده خالص يعني م. كله بعيد وعالي عن الصحه تماما يعني. استاذ محمد الـ الـ يعني الاحتجاج الرسمي اللي موجود او البيان اللي حضراتكم اصدرتموه بمجموعه من الدفوع بشان الاحداث اللي حصلت في المباراه من عنف ومن استخدام الليزر وما الى ذلك، الشكوى الرسميه دي حضراتكم منتظرين رد الفعل بشانها يكون عامل ازاي؟ والله يعني احنا بنعمل اللي علينا لغايه لغايه اخر لحظه يعني آه. يعني يعني مش هنسيب باب ونطرقه آه برغم يعني كمان لان اللي حصل كان كتير مم. يعني اللي حصل أو أصد إيه من اقصد ايه اللي منتظر من الشكوى دي؟ ان يكون في عقوبه آه ماليه ان يكون في آه يعني لان البعض كان بيقول هل ده, ده معناها لا ان ممكن المباراه نعمل تتعاد او نامل نامل والامل على الله ان يكون في اعاده للمباراه واحتساب النتيجه لصالحنا يعني. آه حاجه بعيده عن ربنا يعني اللي حصل كان كتير اه اللي حصل هناك من ساعه ما الطياره في مدار دكار واللي حصل كتير جدا جدا يعني ما شفناش كده في الكوره يعني حضراتكم الشكوى الرسميه دي الهدف منها انه لو في امكانيه لاعاده المباراه اه احنا بنعمل كل اللي علينا كاتحاد كره بندلو بن بكل ما عندنا عشان يعني ما نسيبش فرصه عشان ما نرجعش نندم ونقول احنا قصرنا في في الحته دي، لأ احنا بنعمل اللي نقدر عليه وزياده في كل على كل على كل الاتجاهات يعني. استاذ محمد هتجتمعوا امتى عشان تتحط خطه بقى لـ 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 يعني الرياضه بصفه عامه والكره بصفه خاصه للفتره اللي جايه ونبني ازاي ونهتم بالناشئين ازاي ونكتشف المواهب ازاي والشباب بتوعنا هيحترفوا ازاي؟ يا رامي بيه احنا من ساعه ما ولينا الامر واحنا بنجتمع وشغلنا الشاغل الكلام اللي حضرتك قلته، احنا مش لسه هنخطط ونعمل بلان للرياضه، احنا قعدنا وعملنا حزمه حزمه من القرارات اللي من شأنها ان هي ترفع من شأن الكره في مصر بقدر الامكان، قرارات يمكن اتاخرت شويه منهم دور القسم الثاني ومنهم نظام المناطق وان المناطق تكون افرع للاتحاد تبع مباشره وتدير مسابقات القطاعات بتاعتها يعني ايه بلا مركزيه مم. وفي حدود وفي حدود بعض بعض الدوريات منها تبقى منها قطاعات ومنها جمهوري احنا شغالين على كل يعني كويس. يعني زي ما قلت لحضرتك ان احنا يعني بنحاول نجتهد وبنحاول نعمل اللي علينا وما نخليش اي ثغره لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون في اجتماعات طبعا لتحديد مصير الفريق الاول والجهاز بتاعه وبس آه بس وغيره من الـ من, الـ من الحزمه دي نتابع مع حضراتكم ان شاء الله كل التفاصيل دي لان كلنا اكيد مهتمين بيها، بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. آه النهارده قامت السيده انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهوريه بجوله تفقديه صباح اليوم لمؤسسه الهلال الاحمر المصري وتابعت خلال الجوله تاريخ المؤسسه ودورها في العمل التنموي والخير داخل مصر وخارج مصر كما حرصت ايضا حرم السيد الرئيس على تفقد معرض المشغولات اليدويه وأعربت عن سعادتها لمشاهده منتجات صناعتها الايادي المصريه قامت ايضا سيادتها بتفقد اسطول سيارات الانقاذ التابعه للهلال الاحمر وغرفه العمليات المركزيه التابعه للمؤسسه للتعرف عن قرب على طريقه عمل الشباب والمتطوعين في داخل المؤسسه الحكومه ممثله في وزاره التجاره والصناعه انها تتحرك بشكل جاد لتشجيع الانتاج المحلي واستبدال بعض السلع المستورده بمنتجات محليه. مركز تحديث الصناعه في تقرير كان هذا التقرير بيشير لدراسه اعدها المركز بيتكلم فيها عن قائمه انه تم اعداد قائمه مبدئيه بتشمل حوالي 131 بند جمركي مستهدف توفير البدائل المحليه لهذه البنود طبقا لاحتياجات السوق وقدرة الصناعة الوطنية على توفير هذه المنتجات الحقيقة أنه المنتجات دي لما بنيجي نبص على بيطلع فلوس من مصر قد إيه لاستيرادها حجم الوارد من هذه المنتجات كما أشار التقرير في 2019 مثلا حوالي 17 مليار دولار ده بيمثل تقريبا 23% من إجمالي حجم الواردات المصرية عام 2019 والحقيقه ان القائمه دي بتشمل مجموعه من السلع انما خلينا نتكلم عن تفاصيل هذه القائمه وطريقه العمل على ازاي هنبدا نضمن البديل المحلي وجودته وازاي نقفل الباب على انه المنتج المحلي بجودته وسعره الافضل يدي افضليه عن المنتج المستورد. في هذا الاطار اسمحوا لي ان ارحب بالمهندس با محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعه. باشمهندس محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. برحب بحضرتك معانا باشمهندس محمد يعني وفقا للدراسه التي اجريتموها ايه المنتجات اللي ممكن نشتغل عليها بشكل سريع لانه البديل المحلي ليها ممكن انه يتم انتاجه بالفعل وبالتالي يعني يقفل شويه من حجم الوارد من هذه المنتجات. في الحقيقه احنا لما جينا نحدد ايه هي المنتجات اللي موجوده واللي بتستورد وحللنا هيكل الواردات اللي فيه بنود كتيره جدا احنا حللنا اكتر من 6853 بند جمركي بيستوردوا بارقام كبيره احنا بنستورد فوق ال 70 مليار دولار و... حللنا منهم ايه هي المنتجات اللي مطلوبه للسوق المصري وبتستورد وفي امكانيه وقاعده صناعيه تقدر تساعد على انتاج هذه المنتجات او توسع من الانتاج والقدره الانتاجيه و... وتكون عندها القدره على انتاج منتج بمواصفات جيدة أو أو نقدر نقول ممتازة بحيث إنها تستبدل هذه المنتجات، وجدنا إن في 131 بند جمركي يعتبروا في الحقيقة فرص استثمارية قوية إما للتوسعات للقواعد الصناعية الموجودة أو لفرص استثمارية جديدة. طب معلش مش محمد بس نوضح إن ال 131 بند جمركي ده بيشمل عدد أكبر من المنتجات مش معناها إن دول 131 منتج. لا طبعاً. طبعاً. دول دول بيبقوا اكتر بكتير ده ده الفاملي نقدر نقول الـ 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 البند الجمركي بيشمل اكتر من منتج لكن لو دخلنا في تفاصيل المنتجات ممكن انها تكون تفاصيلها كبيره. أه هدي حضرتك مثال لو احنا بنتكلم مثلا على مواسير بلاستيك. المواسير لها انواع كتيره وخامات كتيره ومقاسات كتيره وحاجات كتيره جدا وبالتالي احنا بنتكلم على الحاجات الاساسيه. ال 131 بند جمركي دول بيتكلموا في حدود من 14 ل 17 مليار دولار استيراد. م. طب احنا اخترنا المنتجات دي على اساس ايه؟ في الحقيقه اخترناها على اساس معايير اختيار مهمه جدا واحد ان المنتج المنتجات دي تكون بتساهم في زياده القيمه المضافه للصناعه المحليه م. سواء منتجات تمت الصنع او مستلزمات انتاج او مدخلات انتاج ودي نقطه مهمه جدا م. ان احنا بنعتمد بشكل كبير على مدخلات انتاجنا ومستلزماتنا على الاستيراد لما حصلت الازمه ازمه كوفيد وسلاسل الامداد تعطلت وكثير من الدول وقفت والنقل حصل له مشكله بقي عن... بقي في مشكله وبالتالي ت... ت... توطين وتعميق هذه مدخلات الانتاج في مصر مهم. يساعد علي النمو الصناعي ليس فقط للتصدير ولكن كمان للسوق المحلي م. وبالتالي اهتمينا بهذا الموضوع في رقم كبير من 131 هو عباره عن مدخلات انتاج الى جانب المنتجات تمت الصن، ومنت... التاني... مدخلات الانتاج ده بيبقى مهم كمان لانه بينشط مجال الصناعات الصغيره والمتوسطه تبقى صناعات تكميليه للصناعات الكبيره طيب هنا ايه الخطوه التاليه بعد هذه القائمه يعني ايه اللي هيحصل بعد كده في الحقيقه احنا اعلننا هذه القائمه و... وبدانا نوفر المعلومات الكافيه انها تشجع المستثمرين او المصانع على بنائها واحنا في وزاره التجاره والصناعه وبدعم طبعا مستمر من معالي وزير التجاره والصناعه لمركز تحديث الصناعه موجودين في 15 فرع على مستوى الجمهوريه هذه الفروع بتتحدث مع المجتمع الصناعي مباشره وبتقدم الخدمات الفنيه والاداريه ونقل التكنولوجيا ولتعميق الصناعه المصريه في عندنا برنامج اسمه تعميق وتوطيد الصناعه وبالتالي بنساعد المصانع والشركات على انها تبدا تاخد باليات التصنيع المناسبة علشان تقلل تكلفة ترفع من الجودة في الحقيقة عشان نرفع تنافسية الصناعة المصرية عموما وبالتالي بنعمل كثير من اللقاءات وكثير من الخدمات وكثير من الدورات التدريبية والتأهيلية وكمان زيارة المصانع والشركات وتحديد الفجوات اللي موجودة علشان نقدر نتغلب على المنتج الموجود وكمان نضيف منتجات من هذه المنتجات اللي ممكن تقلل الواردات وتحسن عجز الميزان التجاري المصري ده كلام هذه المنتجات متقسمة لقطاعات مختلفة، م. عندنا قطاع الصناعات الخشبية، الطبية، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية، صناعة الطباعة والتغليف، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، مواد البنى. كل قطاع من دول في عدد من المنتجات بأرقام كافية أنها تكون اقتصادية في الإنتاج لعدد من المصانع مم. ولكن عملنا ايه تاني عشان نشجع الكلام ده؟ مم. الوزاره مهتمه جدا جدا انها توفر البنيه التحتيه الاساسيه ومش بس كده احنا بنوفر مجمعات صناعيه تيرن كي يعني مم. يعني تسليم مفتاح تسليم المصنع من الممكن ان يسلم في خلال ايام مم. المصنع جاهز بالمرافق بالكهرباء بالرخصه بكل مم. شيء مع المستثمر بس غير انه يجيب المكن ويبدا يشغله يجيب المكنه بتاعته ويبدا يشتغل حتى مم. العماله نقدر ن... نقدر طيب. ندرب له العماله، ونقدر جميل. ناهل العماله، ونقدر م. نساعده في خطط التسويق بتاعته، ونساعد في خطط تنافسيه المنتجات والجوده. م. كمان قسمنا المنتجات والخامات دي بالنسبه للمحافظات، يعني في يعني عاوز اقول ان في ظاهره غير قويه وغير مسبوقه ان احنا عندنا في عشر محافظات مجمعات صناعيه الكلام ده لم يحدث على مدى سنوات عديدة م. عاوز اقول عقود وليست سنوات هذه الوحدات جاهزة للعمل وبنساء يعني وكثير من المساعدات يعني المجمعات الصناعية اما ايجار واما تمليك اللي مش عاوز يتملك ياجر طب الرئيس ادى تعليمات ان كمان يتم تقليل تكلفه الايجار او التمليك م. طيب اللي اللي بدا في بدايته ومش قادر ممكن نديله ستة اشهر مهله م. ستة اشهر مهله وهو جاد وعنده مكن واشتغل نقدر نديله كمان ثلاثة اشهر مهله معالي الوزيره ادت كثير من التسهيلات في هذا الموضوع آه نتمنى آه ان شاء آه الله من بس خلال بس. هذه التسهيلات ان ده فعلا يعزز من توطين الصناعه المحليه ويقلل من حجم الواردات بالفعل من الخارج. بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعه وان شاء الله يبقى لنا يعني لقاءات قريبا عشان نتكلم بشكل اكبر في هذا الامر ودايما لازم مهم في القصه دي ان يبقى في خريطه على موقع موجود مثلا مركز تحديث الصناعة أو وزارة التجارة والصناعة اللي عايز يستثمر في أي قطاع يدخل يشوف إيه الصناعات المطلوبة في أي أماكن من المحافظات التيسيرات والدعم اللي ممكن يكون موجود دي كلها حوافز بتبقى مهمة عشان ننشط هذا المجال قبل ما أطلع بس الفصل الحقيقة عايز أودي حضراتكم حاجة كده لأنه الشكوى بتتكرر من القصة دي وهي عربيات الإسعاف رجال الإسعاف الحقيقة بيقوموا بمجهود ضخم وكبير لكن بيواجهوا تحدي سخيف جدا وهو انه عربيه الاسعاف محتاجه دايما انها تتحرك بسرعه عشان تلحق اما توصل للمريض او انها تلحق توصل بالمريض الى المستشفى. لكن في احيان كثيره تلاقي الدنيا مقفوله زي ما هتشوفوا في الفيديو ده. عربيه اسعاف بتمشي عايزه توصل للمستشفى مش عارفه مش لاقيه حته تعدي منها و, و إيه هنا المفروض ايه اللي بيحصل؟ في اوروبا والدول المتقدمة الناس بتوسع، بس بتعرف توسع ليه؟ لأن أنت حضرتك هنا دا اعتقد ده كوبري أكتوبر. حارتين. احنا بنمشي بقى كام عربية في الحارتين دول؟ أربع عربيات. فما فيش مساحة إن حد يوسع لحد. أنت شايفين ثلاثة دلوقتي في الشاشة بس عشان في أتوبيس. بص قدام الأتوبيس هتلاقي أربعة. المرايات بتسلم على بعضها في الرايحة والجاية. فما حدش عارف يوسع. ده بيتكرر للأسف الشديد وتمنه بتبقى ارواح. طيب النموذج اللي بقول لحضراتكم عليه في اوروبا والدول المتقدمه جبت لكم النموذج ليه. تلاقي الطريق مثلا اربع حارات اربع عربيات ماشيين جنب بعض. فلما عربيه اسعاف تيجي وفي سرينه شغاله ففي طوارئ تلقائيا تلاقي العربيات بتعمل كده. بتفتح. الفيديو يا جماعه من فضلكم. تلاقي العربيات بتفتح. اهو زي هنا مثلا. هما مش فاتحين بص كلها هتلاقي ايه؟ كله بيحتف بيوسع كله بيوسع على الاسعاف فبتقدر تتحرك اسرع فتوصل اسرع فتلحق ارواح اكتر والموضوع بيوصل الى حد انه الناس بتوسع تركن يعني بصوا هنا ده الفيديو ده قدام شويه كده لما يبدا يخش في الزحمه هتلاقوا الناس بتخش شمال كده على الطريق اللي واقفين على الشمال بيخشوا كانهم بيركنوا بالعرض عشان يوسعوا مساحه بسرعه للعربيه بعد كده بقى بعد ما تعدي عربيه الاسعاف نشوف بقى هرجع بضهر اجيب مرشدير ولا اتحرك ازاي ولا هعمل ايه مش قصتنا دلوقتي انما القصه في اللحظه دي ايه عدوا عربيه الاسعاف يا جماعه عشان توصل اما تلحق المصاب او تلحق توصل بالمصاب الى المستشفى شوفوا من امتى الناس ما دي ممكن هتلاقي في حادثه قدام فكله متنبه ان في عربيه اسعاف هتيجي في اي لحظه وسع على طول وسع فضلها حاره في بلاد تانية بيبقى في حارات بتاعه الأتوبيس مستحيل اي عربيه تمشي فيها بتستغلها ساعات عربية الإسعاف. ده بص ده, ده عاق عربية الإسعاف بيجري بيجري بيدور على حتة يخش فيها على طول عايز يوسع. محتاجين يا جماعة إحنا نفكر في ده كثقافة مجتمعية. نمشي صح في حاراتنا. طريق ثلاث حارات يبقى فيه ثلاث عربيات مش ستة. مش المرايات عمالة تمشي في الطريق وأنت ماشي تعمل كده. لا قدر الله في حالة طوارئ اسعاف يعرف يعدي مطافي تعرف تعدي اي خ... يعني اي خطر موجود اي طوارئ موجوده العربيه اللي نجده تعرف تعدي فمحتاجين نفكر في الموضوع ده لانه بنخسر ارواح بسبب هذا التحدي فاصل ونستكمل مع حضراتكم اخر واهم الاخبار فارجوكم ابقوا معنا مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام من شهر ونص تقريبا كان يعني من أسابيع يعني كنا بنتكلم على مشروع قانون مقدم من الحكومة اللي ليه علاقة بضريبة التصرفات العقارية وقتها مشروع القانون كان بيقول انه العقارات اللي, اللي قبل شهر خمسة الفين وثلاثة هيبقى فيه شرائح تبدأ من ألف جنيه وصولا إلى أربعة آلاف جنيه للعقار اللي أو الوحدة اللي أكتر من مليون بس كده شرائح انما اللي بعد خمسة الفين عشر فيتحسب اتنين في المية من قيمة التصرف في العقار وقت ما ناقشنا الموضوع ده قلنا يا جماعة اتنين كبيرة وهتخلي الناس برضو ما تدفعش ضريبة التصرفات وهيحصل مشكلة وما عدالة مهم انه ايه المستجد في القصة دي هذا الامر ورؤية و... عدم العدالة فيه والتوازن فيه ارتقاه ايضا مجلس النواب ولذلك النهاردة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب قال انه وزير شؤون المجالس النيابيه ابلغ المجلس ان الحكومه قررت سحب مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 الخاص بضريبه التصرفات العقاريه عشان يتم اجراء مزيد من الدراسه عليه لانه إرتأى اعضاء مجلس النواب ان في عدم عداله وعدم مساواه بسبب انه اللي قبل 5/2013 شرائح واللي ما بعد 5 في 2.5% فأتمنى انه يتم بالفعل اعاده النظر في هذا آه الامر. حبيت بس اقول لحضراتكم المعلومه دي لان كانت مهمه كل التحيه الحقيقه لمجلس النواب على انه آه يعني اثار هذه النقطه وتحدث بشانها ولذلك تم سحب مشروع القانون مره تانية من الحكومه لاعاده دراسته. فاصل مشاهدينا الكرام ثم ننطلق لنتابع معا تفاصيل وكواليس الملحمه ملحمه التفاوضيه والقانونيه اللي تمت لأن تحصل هيئه قناه السويس على حقها على تعويض وقف حركه الملاحه بسبب السفينه البنميه ايفر جرين او ايفر جيفن ايه التفاصيل دكتور خالد ابو بكر ان شاء الله يطلعنا على كل الكواليس بعد هذا الفاصل فارجوكم ابقوا معنا مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام لما بنبروز موضوع تحرير هذه السفينة العملاقة بنبروزه لأنه اللي حصل حقيقي إنجاز إنجاز بشهادة كل خبراء اللي موجودين في العالم أنه اللي حصل ده لا يا جماعة ده ما ده حصلتش قبل كده والدليل أنه بنت عم أفر جيفن موجودة النهاردة في بالتيمور في خليج موجود هناك اسمها أفر فورورد نفس الشركة شطحت هناك بقى لها قد ايه دلوقتي؟ ما حرروهاش اكتر من اسبوعين لسه المجهودات شغاله وبيحاولوا ان هم يحركوا السفينه وبالتالي اللي حصل حقيقي كان انجاز والانجاز ده لما يحكى في الفيلم الوثائقي ست ايام من انتاج شركه دي اس بلس وده يعني فيلم وثائقي مهم جدا ارجو اللي ما اتفرجش عليه يتفرج عليه لانه بيحكي الرحله كانت عامله ازاي زي ما اتحكت كمان الرحله في فيلم وثائقي مميز ايضا اللي هو ايفر جرين ست ايام هزت العالم اللي انتجته وحده الافلام الوثائقيه ايضا التابعه للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. انما الفيلمين بيتكلموا عن الملحمه انه ازاي تم تحرير هذه السفينه. في ملحمه اخرى بقى هي ملحمه المفاوضات والاعداد الكتير اللي حصلت لحوالي على مدار 90 يوم نتفاوض مع الشركه عشان التعويض اللي لازم نحصل عليه ونحفظ حقوق هيئه قناه السويس والشق القانوني اللي في الموضوع يمكن كواليس هذا او هذه الملحمه القانونيه التفاوضيه لم يتم الافصاح عن كافه تفاصيلها فنحاول نعرف اكبر قدر النهارده من صديقي العزيز الاستاذ خالد ابو بكر المحامي الدولي ومستشار رئيس هيئه قناه السويس للشؤون القانونيه والعلاقات الدوليه برحب بحضرتك معانا منورنا استاذ خالد اهلا بك استاذ رامي طيب انت طيب ربنا يخليك هنتكلم جد ها اصحاب مش لازم طيب يمكن التفاصيل دي فعلا لم يتم الافصاح عن الا هيدلاينز خطوط تعريضه كده عن المفاوضات ولسه المفاوضات مستمره وقعدنا كذا قعده لحد ما انه بدات الامور يبقى فيها بارقه نور انه المسار التفاوضي هينجح منذ ان تسلمت هذه المهمه احكي لي عن شفت ايه والتفاصيل عامله ازاي وبدات تفكر ايه المفاتيح اللي هيشتغل بيها في هذه القضية صحيح طبعا الملحمة الحقيقية كانت في الست أيام اللي قامت هيئة قناة السويس بالعمل فيهم ليل نهار من أجل تعويم السفينة القصة بدأت يوم 22 3 21 ساعة 47 دقيقة تقريبا وفجأة عملاق بحري كبير السفينة إيفر جيفن أغلقت المجرى الملاحي الأهم في العالم كله ده ازاي حصل وازاي يعني وصلنا الى هذا الامر ده امر يعني يطول شرحه لكن بكل المعاني التحرك جه ازاي او اسلوب اداره الازمه جه ازاي هو ده يعني جزء من الدروس المستفاده اللي بنحكيها النهارده وبسمعها العالم بسمعها الناس اللي بتشتغل في النقل البحري بسمعها الناس اللي عندها يعني مجرى ملاحي مشابه لقناه السويس اللي عندها شركات النقل البحري تعرف ماذا تصرفت مصر عن طريق هيئه قناه السويس عندما حدث هذا الحادث انت العالم كله فجاه برميل البترول زاد 9 مليار دولار خساره يوميه في حركه التجاره العالميه اسقطت في يد مصر عليك ان تتصرف قطع بحريه عسكريه مربوطه حوالي 600 سفينه ركنوا في اماكنهم م. الامدادات لاوروبا كلها ما راحتش الخامات موجوده بعض حاجات سلع قبل للتلف موجوده كل ساعه بتعدي العالم كله بيدفع في التجاره الدوليه تمن لهذا التعطل. بكل صراحه لما دخلت على هيئه قناه السويس عرفت ازاي اديرت هذه الازمه في الست ايام بالذات. اولا اه هيئه قناه السويس بيرقصها الفريق اسامه ربيع. الفريق اسامه ربيع اه قائد القوات البحريه سابقا واحد كبار قاده القوات المسلحه وعنده ميزه شخصيه بقى هي ثبات انفعالي غير طبيعي ده بيبقى مهم جدا في المواقف اللي زي دي طبعا بقول لك غير طبيعي مم. يعني انت تذهل من الثبات الانفعالي عند هذا الرجل مم. ما شاء الله فحط نفسك مكانه بقى تليفونات من العالم كله من في جهات ايه؟ عامه وحكوميه وخاصه تليفونات من الداخل منها اربع تليفونات يوميه من السيد الرئيس هتعمل ايه محدش له اعمل كذا وبيقول له هنعمل ايه في أسامة قال بدرس. ودي جملة مهمة جدا برضو في الإدارة. إنه مش بيقول لا لا إن شاء الله هتتحل لا لا بدرس. طب بدرس إزاي؟ بدرس بكل مستويات الجنود اللي عندي في هيئة قناة السويس. أو. سواء المستوى الأعلى في الإدارة أو المهندسين أو الفنيين أو العمال. م. طب رئيس الهيئة يستمع لعامل ده برضو أسلوب في الإدارة. م. طب ما لو العامل ده شاف رئيس الهيئه بايت معاه في الميه وبيقول له ايه بقى؟ بيقول له السيد الرئيس بيتصل وبيقول لك شد حيلك مم. كان ممكن ما تتقالش هينزل يحفر بايديه واخد بالك ازاي؟ وكان هنزل ممكن, ممكن كان ممكن يقول له, يقول له بيوجه لك التحيه دلوقتي فطبعا يعني طبعا. يعني مش عايز اقول لك الـ 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 الشباب والمهندسين والفنيين والعمال كانوا الموضوع بالنسبه لهم تحدي غير طبيعي مم. غير طبيعي فبعد انتهاء مرحلة الدراسة حان وقت القرار. فبموجب القانون ممكن الشركة تستعين بطرف اخر يدلي بدلوه في كيفية الانقاذ، هي هنا هندسة عملية الانقاذ. أوه. جابوا شركة هولندي ناس عندنا في الهيئة عقدوا اجتماع معاهم، قالوا له محتاجين ثلاث شهور ونفضي السفينة كلها. دي الشركة الهولندية بتقول كده. ان ده الحل الوحيد. ده الحل اللي تفضي السفينة عشان كلها. تخف وزنها ونقول الحمولة نحرك. وده هياخد 90 يوم. 90 يوم. م. ده الحل الاول دي كارثه بقى لكل المراكب اللي وحركه الملاحه طبعا وعد بقى ال مليار اللي بقول لك عليهم كل يوم اه وسعر البترول والى حل اخر جه من مكان ما نشطر جزء من السفينه اوبا دي خساره فادحه فمن يتحمل كل هذه الامور هيئه قناه السويس ممثله في رئيسها مم. جه آه سيد الفريق اجتمع بالفريق بتاعه اللي كان يعني موجودين ليل نهار في قلب الحدث قالوا يا فندم احنا سنستحدث اسلوبا جديدا فكره التكريك وفكره الشد مم. التكريك يعني ايه؟ يعني التربه اللي تحت السفينه هنفضيها مم. ونشد السفينه بقاطرات وده امر مش مكتوب في الكتاب أوه. يعني مفيش كتاب فيه كده فهنا ياتي فكره القرار هتاخد نظريه مصريه 100% طالعه مش من مش من جهه عليا طالعه من راجل حياته في البحر وفني حياته في البحر وفني حياته في قناه السويس واداري ومهندس وراجل بتاع قائد سفن كل الفريق بتاعك قال لك هو ده الحل اللي عندنا قد يكون غير تقليدي قد يكون غير متبع ما عنديش فكره سيؤدي الى ايه ودي مخاطره لكنه هو حل منطقي وفقا لخبراتنا. صحيح ولكنها مخاطره. حلو بقى. سياده الفريق يقرر انه طيب مش هناخد اللي الكتب بتقوله أيوة. واللي الشركه الهولنديه بتقوله ايوه والمهندسين المصريين بتوعنا اللي اقترحوا فكره هنجربها. هنا بقى ده القرار. نرجع برضو ثاني لفكره ايه؟ اسلوب اداره الازمه. م. طيب هل تدخلت اي جهه من جهات الدوله في اتخاذ هذا القرار؟ لا. اذا من تحمل هذا القرار ومن كان سيتحمل آآ آآ نجاحه الحمد لله او لا قدر الله كان فشله والفريق الفريق اسامه وهنا فكره انك تستمع يعني يعني ايه تستمع؟ يعني هو هو شاب صغير او هو مهندس صغير وقاعد مع رئيس الهيئه ومع الفريق وسام الراجل يعني القدره انا يعني عايز عايز الناس تتخيل موقف طبعا انه مهندس من المهندسين كان ممكن ما يتكلمش المتميزين كان ممكن ما يتكلمش آه. وكان ممكن فريق او القائد بتاعه القائد بتاعه ما يسمحش ما يسمح ان يسمح. هذا يعني آه. يعني الفئه تتحدث بالحديث كبير في ومشهور الاداره هنا انه استمع لفكره ان احنا بالبلدي كده هنحفر للسفينه ونشدها وسياده الفريق شاف الفكره دي انها اقيم من الشركه الهولنديه واللي قالته والخبراء التانيين ان نشطر السفينه وما الى ذلك تحمل بقى القرار وقول توكلنا على الله ده كان الاداره الحكيمه مم. لفكره تبني الحل المصري 100% بداوا انا بعتبر ان الفتره دي خدت يوم ونص او يومين عمليه الانقاذ الفعليه او عمليه التعويم الفعليه ما خدناش فيها اربع ايام بعد الدراسه ولو انا اقول لك انك بسبب كل عامل وكل فني وكل مهندس قام وسهر في مجرى القناه انا بسبب عملهم كنت اجلس على طاوله المفاوضات مرفوع الراس. ما شاء الله. لولا ان ده حصل واقف على ارض صلبه طبعا م. طبعا فالنظريه نجحت الحمد لله ويعني برضو كل يوم كان ياتي الفريق اسامه ربيع يقول لهم ست الرئيس اربع مرات في اليوم وبيتمنى لكم التوفيق الى ان الحمد لله ربنا وفقنا وكانت السعاده غامره بقى لما اول المهنئين كان السيد الرئيس بتويته قالها م. على مواقع التواصل الاجتماعي هنأ فيها كل رجال الهيئه ويعني الحقيقه كان كان شعور وطني غير طبيعي ليه بقى لانه لا قدر الله السيناريو البديل مش قضيه حتى الخساره الماديه دي خساره سمع الدوله م. وانا في نفس الوقت مش مستني حد يجي يقول لي اعمل ايه في قناه السويس لان لما انا دخلت لقيت في مؤسسة لا في عمل منظم وفي ناس عندها تراكم خبرات مم. وكوادر بشرية عظيمة جدا مم. فبالتالي هم فعلا أصحاب الحق الوحيد في هذا الإنجاز هم اللي اخترعوا فكرة التجريف والشد واللي هم مم. يعني بعتبرهم كنز كبير جدا للدولة المصرية ستة أيام بالفعل هزت العالم لكن طبعا. ما بعد هذه المرحلة وبعد انتهاء مرحلة المفاوضات اللي هنبدأ, هنبدأ نتكلم فيها لكن من خلال موقع حضرتك كمستشار لرئيس الهيئه وحضرت بعض الفعاليات الدوليه ردود الفعل كانت ايه على القصه دي؟ هل احنا كنا مضخمين الموضوع وحاسين ان احنا عملنا انجاز رهيب وهو تمام اه انجاز بس مش للدرجات دي يعني ولا الناس كانت منبهره اكتر مننا؟ انا اقول لحضرتك حاجه احنا كنا مع ست فريق في اكسبو في دبي م. وعارف انت لما تكون في الفريق القوي يعني لما تمشي في محفل دولي وتشعر انك الاقوى م. فكل شركات الملاحة عايزة تتكلم في الفريق كل الناس عايزة تتعاقد مع قناة السويس كل الناس عايزة تجتمع والسؤال الدائم هو بداية التهنئة ثم كيف فعلتموه؟ اه عملتوها ازاي؟ واخد بالك ازاي؟ مم. فمثلا تلاقي الالمان بيقولوا كده تلاقي الفرنسيين بيقولوا كده تلاقي الامريكان بيقولوا كده نفس السؤال حتى يعني انا ببص فريق اسامه ونبتسم لانه عارفين انه هيكون بدايه اي اجتماع مم. هو ده ازاي؟ ففي مره مسؤوله في شركه نقل كبيره يعني فقلت له انا عايز اسال ستك سؤال فانا توقعنا نفس السؤال. قلت له ازاي بقى سيرتوا 600 سفينه كانوا عالقين في الوقت القياسي ده؟ اه ما دي ملحمه اخرى. صح حركه يعني الملاحه ازاي اشتغلت بالشكل السريع ده؟ شوف بقى مم. لما بادت البوادر ان احنا خلاص باذن الله ناجحين سيد فريق شكل فريق عمل تاني لدراسه كيفيه الحركه في الثانيه اللي السفينه هتحرك فيها. يعني انا كل اللي انا كنت محتاجه ان انا احيد السفينه من المجرى الملاحي وبعدين يتم تطبيق الخطه اللي تم دراستها خلال ايام عشان ما هو ي... ما كل دقيقة بتمن عشان ما تاخرش دقيقه وانا مره تانيه بقى اسجل لهيئه قناه السويس انه مش ممكن اي مجرى ملاحي في العالم تحت اي علم يحقق هذه الانسيابيه في مرور هذا الكم والعدد من, من السفن حجما ونوعا في هذا الزمن البسيط ودي الاشاده اللي احنا شفناها بهذا انا عايز اقول لحضرتك انا اول جلسه مفاوضات كان نادي الحمايه والتعويض البريطاني ممثل فيها ابتدى ممثل نادي الحمايه والتعويض كلمه في حضور كل الاطراف اللي هم يعني بيتجاذبوا الحوار على مبلغ التعويض انه مبهور بالاداء اللي قامت بيه هيئه قناه السويس وانه ما تم سيسجل في نادي الحمايه والتعويض على انه سبق ما حصلش قبل كده وانه هذا الامر فكره التكريك والشد دي هتدرس فيما بعد والجدول الزمني اللي حصل ده او المده الزمنيه دي هتدرس فيما بعد على انه انجاز حقيقي في فكره الانقاذ البحري طيب فهمت من كلام حضرتك دلوقتي انه ده مفتاح من المفاتيح الرئيسيه اللي هو, خلتك هو على المفتاح أرض الأول الصلبة. يعني انا انا مره أنا... مع آه. الناس دي يعني, يعني مع, مع كا... طبعا تقدير لكل الناس اللي اشتغلت في كل الاماكن لكن الفنيين والعاملين و... و... والناس اللي تعبت وشقيت هم اصحاب الفضل الاول م. لان من غير تعبهم انا كنت قعدت على طابسم مفاوضات وانا عندي قصور م. اني مقصر لكن الحقيقه اداره الازمه و... وده ده أنا بقى ايه يعني انا انت بتقول لي اول ما... ما دخلت على الهيئه انا تلقيت اتصال يعني من السيد الفريق طلب مني ان احنا ننضم الى لجنه آه لمراجعه آه الامور القانونيه الحقيقه برضو اللجنه كانت قامت بعمل جيد جدا قبل ما ادخل معاهم سيد الفريق ادى 11 يوم للسفينه دون اي اجراء تقاضي قال لهم احنا بنحرص عليكم عميل كبير جدا والسفن بتاعته تمر عندنا على طول واحنا م... يعني حتى وجود السفينه عندنا احنا ما كناش عايزينه، مم. احنا عايزين حركه الملاحه تسير بامان، وبرضه مش عايزين نسيب حقوقنا أوه. فقال له طيب قدامك وقت شوف هتعمل ايه من غير اي تقاضي، واحنا جاهزين لاي حل، بود شديد يعني. بعد ال 11 يوم لا حل. مم. من هنا بدات الاداره القانونيه في هيئه قناه السويس باتخاذ اجراءات انا بحييهم عليها في فكره الحجز التحفظي بموجب القانون، وبرضه القانون المصري وحده هو الحاكم الاول والاخير. في كل مصرية. هذا الامر صحيح. وده امر يتعلق بالسياده المصريه فتم الحجز على السفينه لكن حتى الحجز على السفينه ما كانش مرضي بالنسبه لنا مم. احنا مش عايزين كده مش كفايه مش ده اللي احنا عايزينه احنا كل اللي عايزينه ان الناس تبقى علاقتها كويسه بهيئه قناه السويس وان هم يستخدموا المجرى الملاحي بتاعنا وخلاص بس مش عايزين نسيب الحق بتاعنا مم. فاول ما وصلت سيد فريق قال لي ايه خطه العمل قلنا هنعمل كل اداره تقول ايه التكلفه وما فاتها من كذب طوال ايام هذه الازمه وراجعنا ست الفريق في هذه الامور رفعنا له تقرير بهذا الامر قال توكلوا على الله تفضلوا ادخلوا في جولات مفاوضات مع ملاك السفينه ومع شركات التامين بحضور نادي الحمايه والتعويض البريطاني ده, ده المسار الوحيد ولا ده مسار الى جانب المسار القانوني المسار القانوني بقى عملنا له هولد شويه بعد ما خدنا التحفظ عشان نشوف ال... كنا نتفاول. بقى كل جلسه بن... بنطلب التاجيل من الطرفين لان احنا لم ننتهي من التفاوض طبعا هنا بقى الجلسات بتاعة التفاوض دي كانت بتعمل كلها بالزوم وكنا بنقعد أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات حنا نغضب ونخرج بلا يعني نتيجة. نتيجة ثم نعود مرة أخرى أحيانا يعني يحصل نوع من أنه خلاص تقاضي ويبقى التقاضي كما هو كل طرف متمسك برغبته في الحصول على أكبر مكاسب ممكنة يأتي أيضا دور الإدارة فأنت موجود والشاشات كلها قدامك كل الناس ممثله من اليابان ومن انجلترا ومن امريكا م. فمطلوب منك انك مجرد ما تنتهي ترجع لفريق اسامه عشان يعني طب نعمل ايه في اللي جاي م. ودي بقى برضو نقطه تانية في كيفيه الاداره فانت لما بتقول للراجل متخذ القرار نعمل ايه يقول لك انت شايف ايه م. فانت وانت راجع انت راجع اولا محمل بمسؤوليه ومحمل بثقه ومعنوياتك مرتفعه جدا م. لان القرار في النهايه هو اللي هيشيل تبعاته اه لكن اقول لك أقولك، انت شوف انت ايه الصح ونعمله مم. دي بقى برضو جمله يعني اعتقد انها في في الحس المصري بتلعب دور مهم جدا استمرينا يعني احيانا للساعه 2 الصبح والساعه 3 الصبح وشد وجذب آخره ال 12 واحد اللي كانوا قدامنا عملوا لجنه مصغره بقت أربع, أربع, اربع افراد مم. مم. وكان معايا زملاء بعتز بيهم جدا المهندس احمد عثمان من مكتب الفريق وكان معايا الاستاذ جورج صفوت المتحدث باسم الهيئه كانوا احيانا بيسهروا معايا لحد الساعه 3 الصبح في هذا الامر نصحى الصبح الفريق بيصحى الساعه 5 مطلوب مننا ان احنا نقول له والله 3 الصبح خلصنا فهنعرض عليك الامر لازم ناخد قرار لان هنبدا جوله ثانيه الساعه 7 مساء عشان توقيتات بينا وبين الدول الاخرى قعدنا في الموال ده بقى كده الفترة الطويلة دي كلها هل في لحظة من اللحظات جلسة من الجلسات بعد انتهائها حسيت انه لا مجال للوصول لحاله من خلال التفاوض؟ حصل مم. واللي رجعني لفريق اسامه لأ... قلت, قلت له لا كده خلاص احنا وصلنا قلت له قلت له الارقام في الوقت الحالي غير مرضية واحنا لازم نظهر يعني شدة اكثر وفكرة ان احنا حريصين على الطرف الاخر دي لازم نكسرها فورا وقال لي طيب انا عايزك ت... تهدي الدنيا خالص وتثق في موقفك وتكمل وتمسك باللي انت عايزه انت على حق ولا على بطولة على حق قال لي خلاص تمسك باللي انت عايزه م. ودي برضو كانت دفعة تانية في النص كان ممكن العملية م. لكن الحمد لله ربنا وفقنا في الاخر وجينا عند اليوم الاخير فسيد فريق اتصل بقى قال لي كان احيانا يحضر النقاشات دون ان نعلم يعني م. فقال لي يعني تمام كده قلت فندم يعني بنستاذن في مهله تانية لانه انا شايف انه احنا نستحق اكثر م. وهنا برضو يعني امر يحسب لفريق اسامه انه انه كان من الممكن جدا انه هيئه قناه السويس بدل ما تاخد ثلاثه تاخد واحد او تاخد واحد ونص لا اعطاء المهله زياده في التفاوض خلانا دي, دي ارقام تقديريه بس ما حدش يفتكر ان هي ارقام حقيقيه فمثالا يعني آه. فاحنا خدنا مبلغ التعويض وهو مبلغ محترم جدا وكافي جدا لكل ما فات الهيئة من كذب وما تحملته من خسارة وأيضا أخذنا قاطرة حديثة جدا كجزء من التعويض أيضا في هذا الأمر قيل حين ذاك أنه المبلغ جزء منه هيدفع مباشرة وجزء هيبقى يعني أقساط على على فترة يوم ما سيادة الفريق أعطى الإشارة بانطلاق السفينة من المياه الإقليمية المصرية جالنا تاكيد قبلها من البنك المركزي اننا حصلنا على كل دولار طلبناه. م. وده كان يعني طلب برضه من سيد فريق انه لن يتم الافراج عن السفينه الا بعد تمام السداد. الحقيقه هنا برضه لازم نقول ان الجانب الاخر كان في قمه الاحترام والتزم بكل الاتفاقات التعاقديه، يعني احنا يمكن عملنا احتفال ضخم جدا كان المفروض السفينه تمر بميعاد معين وده برضه يعني الإخوة في الهيئة بصراحة قاموا بمجهود عظيم جدا لأنه كان في ناس أجانب كتير موجودين م. وقلنا سفينة هتعدي في المعاد المعين عدت أمام م. المنصة في هذا الميعاد وكنا في هذا التوقيت قبلها بساعات حصلنا على كامل مبلغ التعويض الحقيقة إيه دي لقطات من الاحتفالية آه إيه من, من الأشياء بقى اللي برضو تعلمنا في فكرة الإدارة دي لا تبخثوا الناس أشياءهم فلما تقعد مع قائد هذه القصه ويقول فلان صاحب دور وده صاحب دور وده صاحب دور ده بيدي رساله للناس انه يعني زي ما الرئيس الرئيس السيسي يقول لك المصريين هم اللي عملوا خلي <applause> بالك انت ممكن تبني حضاره رهيبه جدا بس لا تبني الانسان انا بعتبر ان قناه السويس الجديده وكل نجاح احنا بنقوم به اذا كان له نجاح مادي فله نجاح معنوي في فكره بناء الثقه صح انت انت قادر تعمل، طب ايه الدليل؟ طب مم. ما جم العالم كله قعدوا عندي في هاي قناه السويس، ما حدش فيهم طلع حل، واللي طلعوه هنسيب مصريين. واللي شاهد لنا العالم كله، ف... فنحن من فعلنا. ف... وده جزء مهم جدا، صح. الجميل بقى انك بعد ما تنجح ال... ال... النجاح يوزع على الجميع، وده عدل من يدير يعني. صح. انه يعطي لكل ذي حق حقه في موضوع ال... 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 النجاح. ده حافز معنوي قوي جدا يعني على فكره كل... المصريين بيجوا كده. صح. يعني انا اتذكر حوار دار بيني وبين سياده الفريق انه بعد ما انتهينا من وداع السفينه فيعني بيقول لي احنا هن... هنعمل ايه بعد كده بقى قلت له انت اي حاجه انت موجود فيها انا موجود فيها م. ليه لانه انت انت حاسس انه طبعا انا انا اشترطت ان كل هذا الامر يكون بلا مقابل اطلاقا من اليوم الاول وحتى اللحظه اللي كانت فيها لكن عارف لما تكون بتنتمي لكيان كبير جدا على فكره كل مصر انا بدعو والله الناس اللي في المدارس ويعني يعملوا رحلات لهيئة قناة السويس شوفوا قد إيه مؤسسة منضبطة صح طبعا لما تكون بتنتمي لكيان تحس إنه مش 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 كيان مصري وإفريقي وعربي ودولي م. وما انتاش نمرة اتنين نمرة واحد ومناسبة نمرة واحد دي يمكن رب ضارة النافعة إنه ما عدناش نسأل السؤال هل هناك بديل لقناة السويس هذا السؤال قتل بلا عودة ليه؟ لأن كل الناس دي وهي واقفة درست البديل م. وفشل تماما اي بديل فرغم ان هذا الامر يتابع بدقه عندنا اداره برضه في الهيئه تتابع كل مجريات الامور حول العالم في النقل البحري لكن اصبح واضحا لكل العالم انه فكره النقل البحري عن طريق قناه او بطريق اخر غير قناه قناه السويس امر مكلف جدا وباهظ جدا وبعد هذه الحادثه ماتت هذه الفكره. صح بقى في ثقه اكتر في طريقه اداره هيئه قناه السويس لهذا المجرى وفي الملاحق. اهميه المجرى ما مفيش يعني. شك، طيب لا قدر الله لو كان المسار التفاوضي لم ينجح كان المسار الثاني هيبقى ايه؟ كنا هنسال فريق اسامه بقى هيعمل لي الصراحه؟ هل كان مسار قانوني فهياخد فتره كبيره؟ و... شوف هقول لك على حاجه. أه كان يهم الهيئه انه ما يبقاش الحصول على الحقوق بموجب حكم قضائي، طبعا قد قط... نلجا لهذا الامر لكن ما كناش هنبقى مبسوطين. والحكم القضائي يجوز استئنافه ويجوز نقضه. م. والحكم القضائي ايضا ياخذ وقتا عشان خاطر تقول طب كام وازاي ولجنه فنيه والى اخره. م. فبالتالي ما كانش في بد من الا من نجاح فكره المفاوضات. اي شيء اخر لا شكلا المجتمع الدولي كان هيقبله ولا احنا كهيئه قناه السويس كنا هنقبله ولا نتمنى ان احنا ندخل في نزاع قانوني مع واحد من كبار عملائنا ولا مع اصغر عملائنا لانه الهيئه دورها انها تؤمن المجرى الملاحي وتؤمن حركه التجاره العالميه، مم. فبالتالي ما كانش في توجيهات سيد الفريق يعني ميل ناحيه المسار القانوني ابدا دليل على كده انه سمح ب 11 يوم دون اي اجراءات قانونيه كي نبدا عمليه التفاوض. مم. طيب الـ الـ في هذا المسار التفاوضي اكيد حضرتك برضو اطلعت على حاجات زي كده. حصلت حول العالم وموقف كان فيه ازاي والاجراءات القانونيه والتعويض هل ما تحقق تحقق مثله من قبل من مش بقول بقى هنا على الانجاز انما الانجاز التفاوضي والحصول على التعويض او حقوق قناه الـ هي قناه السويس ولان ما حدث فنيا كان غير تقليدي فبناء عليه اصبح التعويض وانا بقولها كلمه والناس كلها سامعاني هو اكبر تعويض عن اي حادث في اي مجرى ملاحي في العالم طيب عشان بس الناس كلها بتسال ايوه يعني كام اكيد لا. دلوقتي يعني فهو كم كان شروط عندنا شرط من شروط آه. الاتفاق ان هو يصبح للصحة. الاتفاق سريا وبنوده السرية واحنا ماضيين على كده وده جزء من نجاح اي مفاوضات لانه الجانب الاخر أرضه ايضا عنده شركاء زي اصحاب البضائع والناس اللي رايحه لهم البضائع وشركات التامين م. فعشان نعفي من هذا الحرج حطينا هذا الشرط لكن انا باؤكد مره اخرى ما حصلت عليه قناه السويس في ازمه السفينه ايفر جيفن هو أكبر تعويض في العالم في تاريخ الملاحه البحريه. <applause> طيب يعني عايز برضه استغل وجود حضرتك واسالك كام سؤال بقى وحضرتك خارج خارج هذا الايطالي تعال في الجو اللي احنا فيه ده <applause> 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 بدايه ما وحشكش ال الاعلام؟ ما انا معاك اهو <applause> ده انت منورني ده انت منورني لا بل... الحقيقه بل... دي دي اول طلعه بقى من فترة صح؟ اول اول مره و... وانا بشكر ده شرف شرف ليا الله حلي. حلي. بشكر الدكتور محمود مسلم طبعا اخويا وصديقي وبشكرك كرامي يعني الحقيقه يمكن من بدايه ال... ال... الازمه احنا ماشيين بعمل مؤسسي لدينا يعني قطاع اعلامي في الهيئه بيعمل بجديه شديده جدا لدينا متحدث اعلامي راقي جدا لكن انا استأذنت فريق اسامه النهارده و لأنه أول امبارح يعني احتفلنا بمرور عام على هذه الملحمة وكرمنا الناس اللي اشتغلت كلها في هذا الأمر كرمناهم قبل كده وكرمناهم النهارده وقلنا بقى إن دورنا النهارده إن احنا نوثق لهذا الحدث خاصة بعد الفيلم الرائع اللي يعني كان برضه للدكتور محمود دور فيه ستة أيام هزت العالم اللي شرح في وثائقي أنا بعتبره يعني رائع جدا في الوصف وفي الأداء عشان يشرح عشان للناس دمك. آه يشرح دمك. للناس ماذا تم خلال هذه الايام فالاعلام عمل عظيم والاعلامي بيتحمل اشياء كثيره جدا وبيتحمل الامانه هو لا يقل عن القاضي في الامانه فانت في ايدك وانت قاعد سمعه الناس وامانه الراي والمواقف السياسيه الوطنيه دي بتتحمل عايزه منك معنويات شديده وعايز انك تتحمل احنا قعدنا فتره كان الاخوان إيه كنا هنا في مدينه الانتاج الاعلامي بننط من على السور عشان ندخل الاستوديو قعدنا 12 يوم برا بيوتنا عملنا ده لان احنا بنحب بلدنا وعملنا ده عن اقتناع كنت بمشي انا وانت في امريكا وفي لندن وانت عارف كنا بنتعرض لايه وقت صح. ما كان إيه يعني الاخوان بيحاربونا واعتقد ان بين كل اعلامي ظهر في 30 ستة وبين الاخوان المسلمين طار لن ينتهي ابدا م. احنا ما احناش كنا ساعتها بنؤدي عمل وخلاص احنا كنا بنؤدي رسالة وطنية مؤمنين بيها طب الدليل على الإيمان ده إن احنا عرضنا أرواحنا وسمعة عائلاتنا وكل الإهانات اللي كنا بنشوفها على السوشيال ميديا وإلى آخره وما زلنا مزينة. حتى هذه اللحظة ومع ذلك هذا الأمر نتلقاه بأريحية شديدة جدا ليه لأن احنا مؤمنين وفي فرق بإنك تكون مقتنع وفرق إنك تكون مكلف بعمل ده مش عمل لا دي رسالة وعمل إيه ده اللي يخليني أعرض روحي للخطر وما أقدرش أمشي في شوارع أنا وأسرتي بره مصر في امان الا لما تعرض ل يعني شتائم ومضايقات آه. وعلى السوشيال ميديا ليل نهار ويعني اشياء كثيره ممكن تؤذيني معنويا بس لانك مؤمن مش موظف م. ما هواش فكره ان انا بعد انتهاء عملي خلاص الموضوع ينتهي لا دي حرب وحرب حقيقيه بيننا وبينهم طار لن ينتهي م. واعتقد انه ظهور الاعلاميين بـ بـ او يعني وجوههم اعتقد انه اكبر دليل على انهم يعني مستعدين لاي شيء والتضحيه بانفسهم وراحتهم النفسيه مقابل وطنهم يعني. بطبيعه الحال اي حد بيحب بلده فعلا وحاسس انه في لحظه ممكن تروح منه بيبقى مستعد يدفع اي حاجه حتى ولو حياته. احنا كانت المدينه محاصره صح يعني وقت حصار المدينه كانوا حاطين لنا سلم خشب بنطلع عليه عشان ننزل من عند باب 8 والعربيات تدخل لنا جوه الخطه بقى خلاص ما فيش بلا عوده باذن الله عارف لا لا طبعا. عارف طبعا إل ليه إل 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 لي المصريين خافوا من الاخوان يعني؟ مش فكره اقتصاد ولا فكره اي حاجه مصريين يخافوا على هويه بلدهم اي حاجه تاخد مصر في حته غير مصر المعتدله مصر متدينه لكنها معتدله وسامحة فالغلط الحقيقي او بدايه الكارثه كانت فكره اختطاف الهويه المصريه م. فبالتالي انت ما كنتش بتدافع عن انت في حربك مع اسرائيل كنت بتدافع عن حته ارض حرب مقدسه وطاهره لكن في حرب الاخوان دي انا بعتبرها حرب دفاع عن هويه بلد بحالها كانت هتروح مش راجعه فبالتالي بقى كل واحد في حتته كان بيؤدي اللي ادى بمقدار صغير ادى واللي ادى بمقدار كبير ادى لكن الحمد لله م. انا هفكرك لما كنا مع ست الرئيس في اول لقاء في الامم المتحده في نيويورك شوف الفرق مصر كانت فين وقتها في 2014 وشوف فين؟ الوقت فين م. شوف انت لما في ثالث زياره للامم المتحده كيف ذهب الناس الى الرئيس سيسي يجتمعون معه وكان وكانت الحاله شكلها عامل ازاي وكيف كان يتلقان المجتمع الدولي افكرك كان حال الكهرباء في مصر ايه ساعتها والنهارده كان حاله ايه هفكرك بفكره الناس في مصر عندها دايما فكره الجماعه اللي فوق دول مبوظين الدنيا م. وحتى تعرف منين المزاج الشعبي المصري من النكته السياسيه على فكره النكته السياسيه جزء من تاريخ السياسه في مصر صح طبعا واخد بالك ازاي طيب النكته السياسيه دلوقتي على ايه على الحرص على المال العام انا مش هكتر اكتر من كده بس يعني مم. على الحرص على المال العام اه انت النهارده لو سالت اي ست مصريه قاعده في البيت ده بكره الصبح رئيس سيس راح يفتتح طريق في الصحراء الغربيه من مرسى ما تروح لاسوان هتصدق مم. خلاص سمعت ده يعني وعارفه ان هو مش مش حاجه صعبه يعني. ده بقى اللي بقولك عليه بناء الثقه. ما انا خلاص بنيت طرق وعملت كهرباء وعملت وعملت لكن بنيت ثقه انه بقى عادي. امم. طب هيجي اقول رئيس السيسي قبض على شخصيه كبيره جدا. مم. لانه فاسد. مم. هتصدق؟ ليه؟ طبعا يعني حضرتك هنا بتتكلم بلغه الشارع طبعا عشان بس الناس هتقول لك ايه الرئيس السيسي اللي بيقبض لا هنا لغه الشارع لا. كده. هقولك سيسي أبض لا هقول لك على حاجه. لا إيه؟ هقول لك على اي مجتمع عندما يكون هناك قضايا كبيرة لابد أن تعرض على السلطات التنفيذية الأول م. كي نتحرى لازم في تحري الأول لسمعة عائلات م. اللي عمله رئيس السيسي في مكافحة الفساد في مصر في سبع سنين ما تعملش في سبعين سنة م. أنا بقول لك وأنا أعمل بالقانون سبع وعشرين سنة اللي عمله رئيس السيسي في مكافحة الفساد في مصر في سبع سنين ما تعملش في سبعين سنة وعايز أقول للناس تاني بص شوف كم المحاكمات اللي بتتم لمسؤولين كبار طب بتقول لي ما ده ممكن يحرج الحكومة شوية وزير محافظ لا بس هيبني الثقة اللي أنا بقولك عليه لما أقولك لك أنه رئيس الدولة في يوم من الأيام اكتشف أنه في أراضي مملوكة للدولة الناس واخداها طلع قرار في سنوات بسيطة يمكن السنة الأولى والثانية كنا وصلنا 12 مليار جنيه رجعناهم بايه؟ بقرار. <applause> جت اللجنه قالت له الرئيس اللي هي بالمناسبه مش حق الدوله بس حق طبعًا الناس حق, حق, حق الشعب كله طبعا بس كان واخداه فئه من الشعب. آه. فجم قالوا له يا ست الرئيس والله احنا كلجنه بتعقنا قوانين ولوائح وجهه ولايه وبتاع راح مطلع قرار بقانون. <applause> كل قرارات هذه اللجنه ملزمه لكل الجهات في الدوله. شوف برضه نرجع لاسلوب الاداره. <applause> طب رجع قالوا له اصل في بعض الاماكن يعني فلان وبتاع فاكر طبعا أوه. الرد قال له قال له لو لقيت فيها اسم عبد الفتاح السيسي شيلها هنا بقى ياتي فكره ايه؟ اللي حصل عند المصريين السيسي هيعمل على فكره الناس ما تعرفش السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي الناس تعرف السيسي حتى الناس في البيوت أوه. مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل المؤسسات برلمان وحكومه واجهزه وج... والاخر الناس تعرف السيسي م. بحلوها بمرها و... وهنا بقى تاتي فكره ايه؟ تقول طب الفلوس بتيجي منين؟ عارف انت لو وقفت الهدر فلوس هتيجي اه عارف انت لو منعت السرقه الفلوس هتيجي وده اللي حصل في بلدنا صح انه منعنا حضرتك برضو من تحول السؤال من انه فلوسنا بتروح, بتروح فين, فين الى اللي... السيسي الري... بيجيب الفلوس دي منين إيه؟ دول افريقيه ودول زي البرازيل والارجنتين والحاجات دي كلها اتحدى انه في تاريخنا او في تاريخهم يكون اتسال السؤال ده قبل كده من اين ياتي النظام بالاموال دي كلها دي. ده المفروض العكس يعني البرلمانات والاعلام <applause> وكل الناس وصفات العامه وديت ال... فلوسنا صح فين؟ صح انت بالك؟ لكن م. انت تيجي تقول لي ايه؟ زي ما اسمع احنا مثلا ايه؟ واحد يقول لك اصل صندوق النقد وهناخد قرض يا ابني شوف احنا دافعين ك... انت على الارض عندك كام؟ م. انت على الارض عندك كهرباء بكام؟ انت على الارض عندك طرق بكام؟ احنا رجعنا حق قناه السويس الجديده في السنه الاولى. م. يعني اللي دفعناه رجعناه وكسبنا. صح صح انا مدخل م... قناه السويس مدخله مصر 6 مليار دولار مم. وان شاء الله باذن الله تعالى السنه الجايه هيكون اكتر يا رب ان شاء الله ده كان يحصل ازاي؟ مم. ده كان يحصل بانك خططت المدير لو اشتغل ست ساعات تاكد اللي تحتيها اشتغل اربعه لكن لما يكون المدير بيشتغل 18 ساعه وانت شفت الرئيس في سفرياته آه. كانت ازاي؟ الناس متحشت هتلاقي الناس هتلاقي ناس تحتيه اشتغلت لما تقعد وتلاقي 12 شركه عالميه قاعدين مع ست رئيس وانت دعيت تغطي الحكايه دي وتلاقي العقد خلاص وقع بالاحرف الاولى مثلا مصر هتدفع 500 مليون دولار م. ويخرج صاحب الشركه على 350 دولار م. مليون دولار في 150 دولار في نص ساعه 150 مليون دولار دي بقى حصلت كم مره؟ لا كتير انا فاكر حتى لما كنا بنعمل لقاءات معاهم سواء اللي هيتزع منه او اللي مش هيتذاع كان بعضهم يقول لك يعني احنا مش عارفين يعني بس هو ما شفناش حد شاطر كده في المفاوضات بالشكل ده دور على المدير م. في مجتمعاتنا العربيه والافريقيه والدول اللي شبهنا لو صلح رأس الدولة صلحت الدولة كاملة صحيح وهو ده المثال الحقيقي بص على عدد ساعات العمل ممكن رئيس ما يشتغلش يوم جمعة ممكن رئيس ما ينزلش يوم الجمعة يكلم مهندس صغير في الشارع أو ينده لست غلبانة ومتابعة مشروعات آه. هنا برضو في بعد آخر في بناء الشخصية المصرية جبر الخواطر مم. ده شيء عظيم طب ده, ده أنا كنت بروح لرئيس الحي آه في خمسة واقفين حواليه مش عارفين يدخلوني عليه عشان أكلمه لا يا سيد ده رئيس الجمهورية أهو وواقف جنبك وبقولك أعمل لك إيه مم. اوعى تفتكر ان الحاجات دي مش مهمه في بناء الشخصيه المصريه صح ليه لانه رجعت فكره الثقه بقولك الدليل الاكبر على فكره الثقه ان بقولك بكره الصبح لو فوجئ المصريون بان هناك طريق بين مرسى مطروح واسوان ورئيس سيسي هيبقى خبر عادي آه. مش هتبقى طريق من فين لازاي من امتى كان عادي, عادي. آه. صح. لما أقولك ان عدد المطارات اللي اتبنت في مصر انا ما انا مره حصلت لي يعني الخبر ده انا عرفته بره مصر من جوه مش جوه مصر م. في شركه مع شركه كبيره من الشركات وقالوا انت ده انتوا عندكوا عدد هائل من المطارات تم في الاربع سنين اللي فاتوا دول. مم. مطارات جديده. مم. انا ما كنتش اعرف الخبر ده. مم. انت متخيل ازاي؟ صح. فهل هي اوراق مستفه بنعرضها؟ لا، هل هي خريطه او مكت بيعرض؟ لا، ده واقع. صح. واقع وموجود وربنا يقدرنا ونحافظ عليه صح. صح والاكتساب الثقه دائما كان ولا يزال المنهج مش ان احنا هنعمل سيادة الرئيس بيفتتح شيء اتعمل ساعات الناس بتقول هو ده اتعمل امتى زي ما الناس بقت بتلاحظ ده كتير جدا في الطرق الجديده يعني انا بشوف حتى بعض الزملاء ساعات اللي ساكنين الناحيه التانية من القاهره الجديده لو تلاقي حد مثلا كان اجازه يومين ثلاثه رجع فيقول لك يا جماعه هو الكوبري ده طلع امتى هي ده الجمله اللي بتقال صح. دلوقتي صح السؤال بقى الروح دي بناءها صعب مم. لان انت كان دايما عندك فكره ان انت مش قادر ما تقدرش تعملها يا عم صعبه قوي آه يوم افتتاح قناه السويس الجديده لا بص على اللحظه بص على اللحظه بص على التوقيت و بص على الفكره تدعيما لكلام حضرتك كنت بتكلم مع احد اصدقائي من فتره وبقول انه لو كان المرشح عبد الفتاح السيسي طرح خطه وقال فيها احنا هنعمل وهنعمل 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 كل اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت دي كلها كان الكل هيقول يا جماعه ازاي يعني؟ مم. في سبع ثمان سنين تعمل الكلام ده ده مستحيل ولو فأني... كان عبد الفتاح السيسي بقى اللي حكم مصر من 2008 كان ايه الوضع؟ مم. مش عبد الفتاح السيسي شخص يفعل كما يفعل عبد الفتاح السيسي آه كان بقى ايه الوضع؟, الوضع. طريقة الوضع؟ شخص يحافظ على انفس المصريين مم. اي حد صح. شخص يقول ما تسرقوش شخص يقول له ما تقولش انا تابع عبد الفتاح السيسي عشان هقطع ايدك مم. وتاني انا بقول مره ثانيه والله على ما اقوله شهيد ما يتم في مصر اليوم المعلن منه وغير المعلن المعلن منه وغير المعلن من مكافحة فساد والله 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 لم يتم من سبعين سنة يا رب إن شاء الله السفينة تفضل ماشية بخير وبقوة دائما يعني نشكر قناة السويس وهذه المناسبة الطيبة اللي ادتنا فرصة انه تشرفنا وبشكر طبعا سيادة الفريق اسامة على ان وافق ان حضرتك تظهر وتحكي لنا كل تفاصيل هذه الملحمة العظيمة ويا ان شاء الله ده انجاز وعليه نبني انجازات كثيرة اخرى الفترة القادمة ان شاء الله حاضن. متشكر جدا رامي بشكرك وبشكر كل فريق العمل وسعيد جدا اني كنت معاك النهارده احنا اسعد شرفتنا ونورتنا استاذ خالد ابو بكر الدولي ومستشار رئيس هيئه قناه السويس للشؤون القانونيه والعلاقات الدوليه شرفتنا ونورتنا شكرا مشاهدينا الكرام من هذه الملحمه العظيمه سواء مرحله تحرير السفينه والملحمه التفاوضيه هنروح لملحمه اخرى بعد هذا الفصل وهي ملحمه الخير اللي المصريين ما شاء الله ما بيتوصوش فيها ولما بيجدوا القنوات اللي بيثقوا فيها والمؤسسات اللي بيثقوا فيها بينطلقوا واحدة من هذه المؤسسات هي مؤسسة مصر الخير، اللي اكتسبت ثقة كبيرة جدا لدى كثير من المصريين، وعشان كده هذا العام في مجموعة من المبادرات والأفكار اللي من خلالها نقدر كلنا من خلال مؤسسة مصر الخير إننا نساعد ونطلع أموال الزكاة بتاعتنا من خلال مؤسسة بتصل لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية. إيه التفاصيل دي كلها بقى اللي إحنا بندي عناوينها؟ ده اللي هنتكلم فيه بعد الفصل فأرجوكم ابقوا معانا. كارت الخير المستفيد بياخد الاحتياجات الفعليه اللي هو محتاجها، طبعا في افكار ثانيه كرتونه كرتونه الخير برضه، الكرتونه بيبقى فيها سلع معينه بيبقى سلع اساسيه برضه، لكن كارت الخير بيمتاز بجميع السلع اللي هو اللي محتاجها البيت او اللي محتاجها المستفيد بيبقى بياخدها باختياره دون تدخل راي ثاني هو رايه الشخصي في احتياجه الفعلي من السلع. بالنسبه لكارت الخير برضه بيبقى ليه ميزه اللي بيدخل بالكارت بيبقى ليه مطلق الحريه ياخد نفس السلع اللي موجوده بنفس الاسعار بنفس التخفيضات اللي موجوده للمستهلك العادي بياخدها اللي الحامل كارت الخير طبعا كارت الخير اساسا لا يستبدل بنقدي لازم ياخد بيه يدخل ياخد بيه بضاعه ممكن ياخد اكتر ويدفع الفرق كارت الخير ده واحد من الافكار غير سند العيله غير وجبه إفطار، وجبه سحور أو إفطار قريه، غير كرتونة الخير. كلنا طبعا مع يعني لما الشهر الكريم بيقرب بنفكر في إنه إحنا عايزين نعمل خير. وبنفكر إيه المؤسسه اللي ممكن أبقى واثق فيها وأنا بتبرع إنه تبرعي ده هيصل لمن يستحقه بالفعل. واحده من هذه المؤسسات هي مؤسسة مصر الخير. اللي تأسست من سنة 2007 وليها نشاط في مختلف المجالات صحة وتعليم وغيره حاجات كتير جدا ثم في النشاط اللي هو ما قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان بقى لحوالي حوالي تسع سنوات ودي السنة العشرة تسع سنوات دول 75 مليون وجبة وصلت إلى من يستحق هذه المساعدات على مستوى الجمهورية تفاصيل اكتر حول هذه الامور كارت الخير وسند العيلة والحاجات دي كلها هنتعرف عليها من ضيفي العزيز المهندس احمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسه مصر الخير برحب بحضرتك معانا وكل سنه وحضرتك طيب يا وحضرتك بصحة والسلامه يا استاذ رامي وكل الساده المشاهدين بخير وسعاده طيب خلينا نبدا بكرتونه الخير دي اللي طبعا. احنا عارفينها من قبل كده طبعا. قبل ما نتكلم على الجديد آه كرتونه الخير ايه تفاصيلها آه ايه محتوياتها و... وإزاي حضراتكم بتدرسوا مين اللي يستحق أن أنا أوصل لي هذه الكرتونة وهل بتصل إلى كل الناس في كل المحافظات؟ تمام خليني ابدا من من اخر السؤال عمليه الاستحقاق لان دي الشغل الشاغل علينا في مصر الخير بما اننا مؤتمنين على اموال التبرعات صدقه وزكاه وخلافه فدايما عندنا قواعد البيانات مستمره ويتم تحديثها اولا باول مع الجمعيات الشريكه م. على مستوى الجمهوريه، احنا النهارده بننتهج استراتيجيه في عمليه التنفيذ في على ارض الميدان اننا يكون لنا شريك محلي جوه كل المراكز الاداريه على مستوى الجمهوريه، الشريك ده يساعدنا مع الجمعيات كمان اللي بتتبعه اداريا جوه المركز الاداري في المحافظه اننا نوصل اسرع من الوقت في اننا طول الوقت هتلاقينا عندنا القواعد عندنا المعايير الموضوعة علشان خاطر عمليه الاستحقاق الابحاث الاجتماعيه اول باول بيتم تحديثها علشان نبقى ضامنين طول الوقت ان العجله اول ما تدور في عمليه الافطار بنوصل للمستحق مباشره. كرتونه الخير الناس متعوده معانا عليها طب, كم... ممكن طب لحظه بس عندي سؤال في المستحقين طبعاً. طبعا مع التجديد اللي بيحصل لقاعده البيانات دي هل لاحظتم خروج بعض الفئات بقت خلاص غير مستحقه لأنه الحمد لله امورهم بقت ميسوره وما الى ذلك خلينا نقول ان احنا كمؤسسه تنمويه بنشتغل بشكل متشعب اكتر من اننا بنوصل الكرتونه فقط م. احنا بنعمل البحث عشان الكرتونه انما طول الوقت هتلاقي لو هو في الاسره في واحد من ابنائه او رب الاسره نفسه في سن العمل وقادر على العمل ما يحصلش على كرتونه ولا ياخد اعانه شهريه يتحول للتدريب من اجل التشغيل لو هو ما عندوش حرفه معينه أو. او يتحول لتوليد الدخل او التمكين الاقتصادي علشان ياخد تيسير لتمويل يقدر يشتغل بيه فاحنا عندنا المعايير بتقول ان هو لو قادر على العمل وفي سن او في سن العمل ولا يعمل لأنه هو كسلان ما ياخدش معانا الخدمه م. الانسانيه غير مستحق غير مستحق بالمره انما اللي ما عندوش قدره على العمل وعنده مشكله في مستوى الدخل او الايراد اللي موجود عنده وفيش قدره على العمل فبالتالي ده اللي بيبقى بيستحق بالنسبه لي أو علشان كده دايما بنسميه الاكثر استحقاقا الجزء الاغاثي او الانساني دايما نسميه الاكثر استحقاقا لان هو الجميع شايف نفسه مستحق من وجهه نظره بس لما بنبص على القوائم بنلاقي مجموعه متقدمه في الاستحقاق فده الاولى بالنسبه لنا برعايته جميل كرتونه الخير الكرتونه الناس متعوده مع اسم مؤسسه مصر الخير على الجوده فاحنا السنه دي بنتكلم على الكرتونه مقوماتها 12 كيلو تقريبا متضمنة أغلب المواد الغذائية اللي بيحتاجها المواطن أو الأسرة المصرية اللي بيتم استخدامها في البيت سواء رز مكرونة سكر شعرية لسان عصفور ملح سمن وخلاف بلح طبعاً علشان خاطر سنة الإفطار م. وصولاً طبعاً لمصدر البروتين اللي دايماً بنوزعه مع الكراتين بتاعتنا م. علشان كده بنقول دايماً إن الجودة والتركيبة الغذائية المتكاملة اللي بنقدمها السادة المتبرعين متعودين علينا في خلال العشر سنين دي السنة العاشرة اللي بنكمل فيها زي ما حضرتك ذكرت في البداية م. فده الريتم اللي ماشي للكرتونة وطبعاً زي ما متعودين مع الناس إن التبرع للكرتونه بقيمة 200 جنيه ويقدر يستلمها او يوزعها بمعرفته لو هو حب يعمل دوت او يستلم جزء يوزعه بمعرفته ويترك لنا الباقي نوزعه من خلال المؤسسه. جميل طيب عايز بس برضه ارجو من زمايلي انه ارقام مؤسسه مصر الخير وارقام التواصل وارقام الحسابات يعني تبقى بشكل دوري موجوده معانا على الشاشه عشان كل من يرغب في انه يتبرع. طيب الى جانب كرتونه الخير كمان استحدثت فكره متميزه جدا. صحيح وهي فكره كارت الخير. تمام. اللي بيدي رفاهيه. للاكثر استحقاقا انه مش انا اللي هجمع لك انت عايز ايه. اتفضل يا سيدي الكارت وروح انت اشتري اللي انت عايزه بيه، مش كده؟ تمام. هنا السؤال اللي الناس بتساله الكارت ده بيستخدمه فين؟ حاضر. ال الكارت كان بالنسبه لنا حل لمجموعه من المشكلات بتواجه فئات كثيره ال الكرتونه اللي احنا بنتكلم عنها بتواجه المتبرع وتواجه المؤسسه وتواجه المستحق اللي بنوصله فخلينا نحط فرضيه ان في حد من الساده المتبرعين محتاج ان هو يشتري خمسين كرتون معاه مبلغ 10000 جنيه الكرتونه قيمتها 200 جنيه زي ما ذكرنا وعاوز يشتري خمسين كرتون فهو محتاج يبقى عنده القدره انه يجيب عربيه ربع نقل ويجي مقر المؤسسه او يطلب ان احنا نوصله له فهيتكلف بتكلفه النقل او العربيه هيحتاجوا عمال علشان يحمل من المخازن ويروح لغايه البيت بتاعه كمتبرع عمال عشان يفرغ عشان يفرغ وتجمهر من المستحق وغير مستحق اول ما بيلاقوا المتبرع منزل الكراتين في البيت فبيوقفوا له طابور قدام البيت مم. فبيضطر انه يدي الناس زي ما بنقول بالبلد كده عطل على بطل هو مش عارف مين فيهم مستحق بس هو عاوز يخلص مم. من مشقه اللي حصل ياخدها المستحق على افتراض ان اللي جاله على باب البيت ده مستحق يفضل موصوم بفكره الكرتونه انه بيتحرك بيها لغايه ما يوصل باب البيت، مم. موصوم عند اولاده انه شحت الكرتونه آه. دي من حد او اخذ الكرتونه دي مساعده آه. من حد، فتح الكرتونه طلع منها مكونات ممكن يكون هو مش, مش محتاجها محتاج. اصلا او ما بيحبهاش، يعني في لوبيا وهو ما بياكلش لوبيا، في فاصوليا وهو بيحب حاجه ثانيه. فكان البديل بالنسبة لنا بالإضافة طبعا للمؤسسة وعمليات التخزين والنفقات اللي بتتم مع التخزين والتداول والعربيات اللي بتودي وبتجيب م. كل دي نفقات رايحة بدل الكرتونة نفسه الورق نفسه وطباعته كل دي نفقات كانت بتروح على المستحق م. لأن أنا في الآخر بحمل على سعر الكرتونة أو على تكلفة الكرتونة كل اللي الورق والنقل طبعاً. والعمال اللي عبت وخلافه فكان البديل بالنسبة لنا من الخمسين كرتونة إنه يبقى دفتر زي ده كده المتبرع حاطه في جيبه بيقدر يقطع في اي وقت ورقه منه يسلمها للمستحق في هدوء تام ايده اليمين زي ما بنقول في الشرع ما بتشوفش اللي بتصرفه وايده الشمال أوه. وبالتالي الراجل اخذ الفاوتشر او كارت قسيمه المشتريات بفئه ال200 جنيه دي ورقه واحده هي اللي هي بتعادل قيمه بتعادل الكرتون ياخدها الكرتون. ويروح لاقرب جمعيه استهلاكيه اللي بقوا منتشرين ومتقدمين جدا يمكن شفنا في الفيديو شكل الجمعيات الاستهلاكيه دي جمعيه استهلاكيه مصريه مستوى تبيع على كمان التموين. متميز جدا جدا يعني يختار من على الرف ما قيمه ال 200 جنيه كان عندنا سؤال دايما من المتبرعين طب ما انا اديله 200 جنيه ورق في ايده فاجابتنا دايما انه ما هو ممكن يروح يشتري بيها سجاير مثلا يشتري آه. بيها يركب بيها مواصلات فما بقتش افطار صايم لو حضرتك مطلعها بنيه افطار صايم ما بقتش افطار صايم صح. انما النهارده القسيمه دي بالاتفاق مع وزاره التموين على ظهرها تعليمات انه ما يقدرش يستبدلها فلوس قدام ان دي قصيمه مشتريات مواد غذائيه فما يقدرش يصرفها على منتجات تانية ولا منظفات ولا ولا حاجه تانية هي ما هياش اكل فبالتالي هي سهلت علينا الدايره كلها طب لو اشترى حاجات ب 150 جنيه وصرف الكارت اللي ب 200 جنيه ال 50 جنيه دي هيعمل فيها ايه هينبهه الكاشير او القائم على عمليه الصرف انك لسه عندك 50 جنيه فهيرجع يجيب الكميه اللي ناقصه بالنسبه له مش هياخد مقابلها فلوس لا مش هياخد مقابلها فلوس ياخد مقابلها فلوس دي مقفوله تماما ده كويس تماما جدا. لان احنا في الاخر زي ما كنت بقول لحضرتك احنا مؤتمنين على انها تكون اطعام عشان كده بتلاقينا دايما ناجل التسليمات لغايه مم. 27 28 شعبان شوف بقى انا هاخد النموذج اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه انه رب الاسره وبداخل بالكرتونه على اسرته فممكن يبقى النهارده بقى بالكارت ده حاطه في جيبه وخد ولاده معاه وننزل اشتروا اللي انتوا عايزينه من مكرونه ورز وزيت ومش عارف ايه والكلام ده كله ويقوم مطلع كارت حتى ممكن من غير ما يشوفوه يعني اقصد ان هنا في بعد انساني برضه عبقري الحقيقه في القصه دي آه كارت الخير هو برضه اللي ليه لي علاقه بسند العيله صحيح يعني هنا بندي مجموعه كروت بقى اه احنا م. احنا بنتكلم دايما عن ان لو في متبرع محتاج ان هو ينفق 200 جنيه فقط لدعم اسره فدي هتبقى ورقه واحده <applause> انما في بعض المتبرعين عنده الـ الـ القوه الماليه انه يصرف مبلغ أكتر شويه <applause> فبنقول دايما ان الاسره ممكن تحتاج على على الجزء الاولاني من عمليه الحد الادنى للاجور 1200 جنيه علشان يقدر يجيب المقاومات اللي بتعيشه بشكل اساسي جوه اسرته <applause> فبنسلمه ست كروت ما نقدرش نجبره برده زي ما كنا بنتكلم على فكره الاجبار انه يروح يصرف ال 1200 جنيه مره واحده <applause> فمقسمينها له على ست قصاي مشتريات يقدر يشتريها على ست مرات او على مره واحده زي ما هو يروق ليه في الاخر. رائع. انما السند العيله بقيمه تبرع 1200 جنيه بنقول دايما انها تكفي الاحتياجات الاساسيه لاسره مكونه من خمس افراد م. لمده شهر كامل. ثم عندنا البند الاخير وجبه افطار وسحور وافطار قريه. صحيح. ده برضه افطار قريه زي موضوع سند العيله ان لو حد عايز يتبرع اكتر عنده امكانيه انه يتبرع اكتر عشان يعني قريه كامله. يقدر ان هو يتبرع عليها بالافطار مظبوط قصه الافطار والسحور دي استحدثت فتره كورونا استحدثت فتره كورونا كبديل لموائد الافطار آه. احنا كنا دايما بنعمل مائده افطار في رمضان وبنبقى مبسوطين باللمه باللم باللم. الحلوه ما بين الناس وبيبقى عندنا احداث في الكورنيه بعد عمليه الافطار ففي وقت الكورونا ما كانش نقدر نعمل دوت فاستحدثنا بالنسبه لنا افطار وسحور يتم توصيلها منزليا بقيمه 50 جنيه للتبرع بشراكة بسلسلة تداول كبيرة قوي من المتطوعين والجمعيات الشريكة أن يجهزوا مطبخ ويجيبوا شيف ونعمل الوجبة بمواصفات عالية جدا وبستاندرد ثابت على كل الجمهورية فيا فب... رب كده ان شاء الله رب العالمين نقدر نوصل لزياده عن حوالي 400 الف وجبه السنه دي ان شاء الله رب العالمين ساخنه يا رب. ما بين فطار وسحور افطار لعمليه الافطار وسحور لنيه الافطار لتاني يوم تجديد النيه ان شاء الله رب العالمين ما شاء الله العالمين. بس بعد ما استحدثت كملتوا عليها كملنا عليها ما رجعناش لموائد الافطار ارجاء لفكره الستر والكرامه زي ما قلنا عم. ان الفاوتشر او قاسمه المشتريات كرامه التوصيل المنزلي للوجبه وهو قاعد في بيته بيفطر مع اولاده من غير ما حد يحس بيه حسينا بيها اكتر مع الويف الاولانيه من كورونا لما وقفنا الموائد علشان خاطر الاجراءات الاحترازيه م. فبالتالي كانت بالنسبه لنا فكره انه مبسوط انه ما حدش شايفه مم. حاجه هايله جدا وده اللي بندور عليه دايما عشان نحققه مع الناس جميل طيب سؤالي الاخير النهارده لو انا عايز اشتري من الكوبونات دي كارت الخير تمام. او سند العيله او عايز اتفق مع حضراتكم على وجبات افطار وصحول لبعض المستحقين حواليا غير الارقام الحسابات للتبرع بس انا عايز الحاجات دي تصل الي تمام او اوصل لحضراتكم ازاي في مصر الخير او هتوصله لي ازاي عندنا كذا طريقه للتبرع لمؤسسه مصر الخير سواء الحساب 100 100 اللي ظاهر دايما معانا او الخط الساخن 16-140 حضرتك بتتصل بيوصل لحضرتك المندوب بايصال التبرع بالفئه اللي انت حضرتك عاوزها لو عاوز قسيمه مشتريات بيوصل بيها لو عاوز كراتين بيتم تحديد ميعاد للتوصيل لو عاوز وجبات كمان بيتم تحديد الوجبه نفسها ف... وعندنا كمان الموبايل ابلكيشن لو حضرتك قاعد كده في البيت على على التليفون تقدر م. تعمل تبرعك او الويب سايت الخاص بمصر الخير م. او فروع مؤسسه مصر الخير المنتشره تقدر حضرتك تزور اي فرع من فروعنا سواء تتبرع للكرتونه بقيمه 200 جنيه سواء للقسيمة المشتريات بقيمه 200 جنيه او سند العيله ب 1200 جنيه م. او وجبه ساخنه افطار وسحور بقيمه 50 جنيه. ما شاء الله. ربنا يبارك لكم والله يا باشمهندس كل عام وحضرتك طيب مجهود عظيم جدا و ومتميز و ودايما فكره البعد ان احنا نحافظ على الستر والكرامه فنقدر نطلع افكار جديده تسهل كمان على ال الكل و و وتحقق حياه كريمه لكل اهلنا في كل المحافظات ده بعد رائع ومتميز يعني بحيي حضراتكم عليه ربنا يتقبل مننا جميعا وفي انتظار شراكه المصريين عشان نوصل للاحلام بتاعتنا ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله مستهدف كام كرتونه؟ على قد ما يجي ان شاء الله ربنا يكرمنا احنا دايما ما بنحطش سقف دلوقتي فيعني ف... في سقف مفتوح لان المصريين مبهرين في الحاجات دي بسم الله ي... ما شاء الله واثقين في ربنا طبعا الاول طبعاً. وفي دعم المصريين ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس علي المدير تك. التنفيذي للبرامج مؤسسه مصر الخير شرفتنا ونورتنا وحي ربنا يبارك لكم ربنا يعني مؤسسه عظيمه بالفعل الحمد لله. مشاهدينا الكرام آه كنت انا بندردش كده في الفصل بقول له في فتره كورونا التبرعات زادت ولا بص في كل لحظه بيبقى في تحدي موجود بسم الله ما شاء الله الناس بتحس بالتحدي ده فبيتبرعوا اكتر النهارده في تحدي في ارتفاع اسعار في ناس محتاجه مساعدات وبالتالي انا اتوقع باذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وقلب المصريين الجميل حجم التبرعات هيكون اكبر لمؤسسه مصر الخير وحجم المساعدات اللي كل واحد فينا يحاول انه يبذل مجهود وربنا يكرمه عشان يعملها لكل اللي حواليه ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا بشكركم مشاهدينا العظيم المتابعة بحي حضراتكم جميعا ونلتقي غدا بمشيئة الله على ألف خير دمتم في أمان الله